السلام عليكم وأسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. الحقيقة لقاءنا يتكرر مرة أخرى، وهذه المرة مش بس مع نخبة من الموجودين في مجال الهيلثتك أو الرعاية الصحية، بل مع زملاء وأحبة وناس خبراء جدا في مجال الصحة الطبية. وما يحدث اليوم على الساحة أعتقد هم من أكثر الناس الفائزين، ومن أكثر الناس اللي they are shaping أو بيغيروا، خلينا نقول الإيكو سيستم تبع الرعاية الصحية والرعاية الطبية في المملكة والوطن العربي جميعا. أنا جمال عماد الأستاذ، حكون معاكم في هذه الحلقة، وحيكون معايا زميلي محمد نويتو مديرين هذه السيشن. أتمنى من الحضور الكرام جميعا إنهم يعرفوا بأنفسهم واحد بعد الآخر، وبعد كده نبدأ إن شاء الله بالأسئلة، فليتفضلوا. السلام عليكم، مهندس ممدوح شنقيط، مهندس طبي 20 سنة في مجال الهندسة الطبية الرعاية الصحية في السعودية، والكوميرشال دايركتور لبرنامج مداوي أب. ماجد. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. أنا ماجد متبولي، أحب أفتخر وأكون one of the alumni of MBSC، متخرجين من جامعة الأمير محمد بن سلمان. حالياً Managing Director لشركة فيزيتا. فيزيتا عبارة عن Healthcare Platform بتعمل فيه Booking والآن Telehealth and so on. هنتكلم عنه إن شاء الله. تشرفنا. دكتور فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكورين على إتاحة الفرصة. أنا فهد النمري، أستاذ التربية الخاصة في جامعة الطائف، وأيضا شريك مؤسس والمشرف العام على منصة يد. ما شاء الله تبارك الله. أستاذ أحمد. أنا اسمي أحمد أبو الحظ، بكلم حضراتكم من مصر. أنا المدير التنفيذي لشركة شازلونج، هي شركة متخصصة في العلاج النفسي عن طريق الإنترنت. طبعا أنتم ما شاء الله أستاذ أحمد اليوم يعني علاجات نفسية وشغل ما شاء الله. مش بس كده، ما شاء الله عليكم أنتم وحبيبنا وأخونا ماجد، ما شاء الله routes of fun، الله يبارك، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يعز حضرتك. ما شاء الله. محمد، ما عرفت بنفسك؟ عرفت بنفسي، أنا محمد نويتو، ستارت اب جراند دايركتور للشابتر في مكة، وبتشرف ان انا بكون واحد من البارتنرز في المبادره الممتازه دي مع كليه الامير محمد بن سلمان، وهكون معاكم النهارده باذن الله في المودريشن مع اخويا استاذ جمال. شرفنا جميعا. طيب يعني لما نبدا اليوم بصراحه، يعني اتس ا فيري هوت توبيك، وكل الناس اللي بتسمع اليوم شايفه هيلثتك وتليفون وموبايل وكيف اطلب دواء وكيف اطلب مشوره. يا جماعه فهمونا، خلاص نو مور مستشفيات، ما في اليوم حدا حيروح يزور طبيب، ما في وزارات. يعني ايش اللي بيحصل؟ What is happening in the ecosystem in terms of the health tech؟ جائحة الكوفيد 19 اعتقد ورتنا what the digital space او ما هو العالم الافتراضي لديه من قدرة ومرونة على الخيارات. طبعا ماجد، ما شاء الله انت كنت سابقا، وهذا الكلام يمكن كثير من الحاضرين ما بيعرفوه، اسوسييت بارتنر في الكسير، ومسؤول عن عده مبادرات في القطاع الطبي او مع وزاره الصحه بشكل عام. فاحب نسمع ما قبل كوفيد 19 من خبرتك السابقه، اليوم مانجينج دايركتور في فيزيتا، وبسم الله نبدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هو الجنرال بين لما طلعت المنصات هذه وموست اوف ذا هوسبيتالز والانيشيتيفز كانت تو دو وان ثينج، تربط المستهلك او المريض بالبروفايدرز. This is it. بيكون في waiting time، البروسيس، عملية، يعني it's the patient need، يعني بيدوروا بيربطوا المستفيد بالمستشفى. فمعظم اللي اشتغلنا عليه، واعتقد الرؤية الحكيمة اللي 2030 كلها متوجهة نحو هذا الربط في وزارة الصحة، together مع طبعا الاوتوميشن والاشياء الثانية اللي هي بتسهل هذا كله. ايش حصل في كوفيد؟ في كوفيد 19 حصل حاجه يعني كومبليت اوبوزيت. الان الناس اللي كانوا يروحوا المستشفيات وياخذ موعد ويستنى 6 شهور، اليوم اصلا ما في مواعيد، اصلا ما في فيزيشن بيستقبل المريض، على الاقل اللي احنا بنسميها لو بيسموها الاطباء الالكتيف او الحالات العامه غير الامرجنسي. فاختلف كل التوجه، كان رايح في الويست، دحين كله توجه في الغرب. طب كيف اربط المريض اللي في البيت بالبروفايدر اللي اصلا ما يقدر يروح له؟
فاعتقد زي ما تفضلت يا جمال المرونة اللي حصلت في تيزيتا فور اكزامبل كان اول البلاتفورم كله او المنصة عبارة عن يعني سيمبل اونلاين بوكينج سيستم تدخل تحجز موعدك وتحضر. لما حصلت الجائحة ويمكن it was right بوقت ما التحقت بالشركة كان التيلي هيلث برودكت طالع على طول. نفسر للناس ما معنى التيلي هيلث ماجد؟ التيلي هيلث يعني خليني انا احب استخدم تيرمز بسيطة. التيلي هيلث بيسيكلي انسان يحتاج الى نصيحة طبية او موعد طبيب. الموعد ده بيتم عن طريق التليفون او الفيديو. حسب راحة المريض وحسب نوع الحالة وحسب التخصص وسواء. نفس الشيء كأنك بتزور عيادة بس عن طريق التليفون أو الفيديو. طبعاً أكيد أحد يسأل يقول طب أنا لو عندي مشكلة ولازم الطبيب يشوف أكيد في حالات خاصة تتطلب أن الطبيب يشوفك في العيادة ويمكن أكثرها تندرج تحت الامرجنسي تقريباً وفي حالات تانية طبعاً. فالتوجه كله كان في أنت هل حينتهي الاحتياج للمواعيد الطويلة وانتظار للأطباء؟ Absolutely not. هل حيتغير؟ ايوه حيتغير على من وجهة نظري على الاقل حيتغير. حيكون الناس متقبلين فكرة الفيديو يمكن اكثر من اول، ما هي 100% طبعا ومستحيل تصير 100% بس حيكون في كومبينيشن حتساعد في المواعيد. جميل دكتور فهد ما شاء الله اخصائي طبيب اوتيزم سنتر ابلكيشن يخص الاوتيزم بتجمع ما بين الإديوتك وفي نفس الوقت بتجمع في موضوع جميل جدا وهو الهيلثتك. فأنت يعني جبت جماعة two areas very interesting في مكان واحد. خبرنا. بداية بس للتوضيح أنا مش طبيب، أنا قلتهم دكتور علم وليس دكتور طب. يعني هو أتشرف صراحة إني أكون يعني طبيب. زي ما تفضلت احنا صراحة نجي يعني للتك سلاش خلينا نقول يعني هيلث تك والمجال اللي احنا بنركز فيه خلينا نقول اللي هو مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعاً هذا يعني كل شخص خلينا نقول عنده تشخيص قانوني بالإعاقة. طبعاً هذا يشمل الأشخاص اللي عندهم توحد، الأشخاص اللي عندهم اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، الناس اللي عندهم خلينا نقول difficulty of hearing, blind، كل أنواع الإعاقات. تعقيباً على كلام يعني الأخ ماجد، بالفعل يعني خلينا نقول الأشياء اللي يعني كان الغالبية اللي في المجال يعتقدون إنه too early to tackle، أتوقع إنه بعد الكورونا بانديميك وبعد الجائحة هذه كثير من خلينا نقول مقدمي الخدمات وايضا المستفيدين الكل خلينا نقول تغير وجهه نظره في كيف انه يتلقى الرعايه. واعتقد الفرصه يعني خلينا نقول الشيء الجيد في الجائحه هذه قدرنا نجرب خلينا نقول نماذج عمل مختلفه والاشياء اللي اعتقدنا انه احنا راح نجربها بعد خلينا نقول سنه او سنتين من العمل واللي هي تحتاج خلينا نقول تركيز اكثر وريسورسز. بصراحة الضغط اللي حصل فيها خلانا نشتغل عليها في وقت مبكر ولعلنا نفصل في الموضوع هذا بشكل تفصيلي يعني بشكل تفصيلي لاحقا. لكن بشكل مختصر جدا مقدمين الخدمات تغيرت طريقتهم في الطريقة اللي بيقدموا فيها الخدمة وديليبرتي للناس اللي محتاجين الخدمة هذه، أيضا الناس المستفيدة سواء كانت أسر أو أشخاص ايضا صار بالنسبه لهم تلقي الخدمات عن بعد التيلي هيلث والتيلي براكتس شيء خلينا نقول من الاشياء خلينا نقول الطبيعيه. واعتقد انه الشيء هذا راح يغير كثير من وجه تقديم الخدمه بعد جائحه كورونا واحنا اوريدي شايفين التشينجز اللي صايره. ويمكن انكم كمان عارفين الان يعني من كثر التسهيلات اللي يعني مقدمه لي مقدمين الخدمات حتى موضوع البرايفسي والكونفيدنشياليتي شوية الأمور بس بشكل مؤقت يعني خلينا نقول التشديد فيها أقل. بالتأكيد هذا يساعد كثير في أن الناس تتوجه باتجاه هذا. وزي ما ذكرت حنفصل في الأشياء اللي احنا سويناها في ينمو لاحقا إن شاء الله في الجزء الخاص بها. مستنيك لقدام. أحمد أهلا بحضرتك. فضل. أنا هتكلم في الحتة بتاعتي الحتة بتاعت الطب النفسي عامة.
يمكن لا يخفى على حضراتكم الأثر النفسي اللي عمله COVID-19 لكل الناس اللي موجودة في الوطن العربي يمكن في العالم كله. وإحنا الحقيقة في شيزلونج كان يعني إحنا في شيزلونج بقالنا 5 سنين، ويمكن من أوائل الشركات اللي كانت في الوطن العربي اللي شغالة على التلي ميديسن بشكل عام وعلى الديجيتال منتال هيلث بشكل خاص. فمش هقول كنا مستعدين، ولكن الوضع كان احنا بنقدم سيرفيس، عارفين مين الكاستمرز بتاعنا، ان احنا ندرب الدكاترة. الحقيقة كان الإشكالية COVID-19 كانت من ناحيتين. أولا هي الحقيقة مش إشكالية، هي ممكن تكون opportunity، إن ناس كتير فجأة دخلوا على البلاتفورم وعايزين يستخدموا الخدمة. الحاجة الثانية إنه أطباء كتير قفلوا عياداتهم وعايزين يعملوا transformation للpractice بتاعهم into digital. فاحنا عملنا مبادرة إنه والله احنا بنفتح بشكل مجاني البلاتفورم لكل الدكاترة اللي محتاجين يدخلوا على يتكلموا مع الكاستمرز بتاعهم، يقدروا يعملوا ده through شيزلونج. على الجانب الآخر لقينا ان الناس يمكن في مصر بشكل تحديدا الناس محتاجة علاج نفسي، لكن العلاج النفسي غالي، العلاج النفسي مش متاح بشكل كبير. فالحقيقة احنا يعني كنا محظوظين ان احنا كنا شركة من ضمن الشركات اللي حصلت على جرانت من اكسبو لايف 2020. فقدمنا الشهر اللي فات 15,000 جلسة مجانية للغير القادرين ان هم يقدروا ياخدوا جلسات مع اطباء نفسيين، وطرحناهم. كان الحمد لله الشهر اللي فات 3,000 شخص اخذوا الجلسات دي، وبنتحرك في ان احنا نقدم ده للاشخاص كمان غير القادرين. وعلى جانب تاني الجزء وده مهم وده بيسهل طبيعه التلي ميديسن بشكل عام، هي في طبيعه الاويرنس، ان ازاي توعي الناس ان هي تستخدم التلي ميديسن، لان هو فجاه بقى فيه 10-15 applications بيقدموا تليميديسن، الناس مش فاهمة أتواصل مع الدكتور إزاي، الكالتشر بتاعت الناس لسه جديدة. فبدأنا نعمل awareness يعني إيه تليميديسن، إزاي تتكلم مع الدكتور، على جانب الطب النفسي يعني إيه stress، إزاي تتعامل معاه، إزاي تتعامل مع مشاعرك وإلى آخره. بدأنا نطلق campaign، تعاوننا مع وزارة الصحة، بدأنا نتحرك في الاتجاه ده. على جانب تاني مش المرضى، الأطباء الموجودين في الحجر الصحي في المستشفيات وهم عندهم مشاكل نفسية وضغوط نفسية جيدة جدا، بدأنا نقدم لهم بلاتفورم خاص للأطباء الموجودين في الحجر الصحي والطواقم الطبية بشكل عام. فبدأنا نتحرك في كافة المستويات. طبعا الدنيا كانت سريعة جدا والحركة كانت سريعة جدا، لكن يمكن احنا كانتربرينورز احنا بنلاقي opportunities كده في اي ازمة نلاقي فيها وسط الزحمة، يلا نشمر ايدينا ونتحرك يعني. فا انا شايفه اوبورتونيتي، شايفه اوبورتونيتي، بس القلق الحقيقي ان هل احنا جاهزين الاوبورتونيتي ده ولا لا، هل احنا عندنا ريسورسز كافيه للاوبورتونيتيز ده ولا لا، سواء كاش سواء هيومن ريسورسز. احنا رح نرجع لكل الاوبورتونيتيز، ولكن أوكي. انا كان هدفي اني احب، لانه انت اليوم عم تعطينا جيوغرافي فيه 100 مليون نفس او 110 مليون نفس تقريبا، وتقدر توصل للمنطقه كامله، واعتقد الانفراستراكشر الطبيه تختلف باختلاف المكان. يعني ممكن ما شاء الله مصر فيه very high qualified دكاترة، لكن ممكن الإمكانيات ما تكون مثل دول مختلفة لأسباب عدة. فاليوم هل أنتوا تتوقعوا بسبب هذه الجائحة الإيكو سيستم حيتغير؟ هل الناس اليوم أنتوا بتعطوا tapping into channels مش شايفينها؟ أنا شايف اليوم ما شاء الله ومضة كان كاتب عنكم article جميل جدا، انه انتم من الناس اللي عم تاخذ very nice investment. فهل هو فقط اليوم يصير على الطب النفسي ولا ممكن يتوسع؟ يقدر يتوسع. ممكن دكتور ماجد في زيتا بداوا يشتغلوا على ده بشكل ما، ان هم بداوا يتوسعوا في التلي ميديسن. انا هتكلم على المينتال هيلث، ان في دكاتره كتيره كان عندهم باريرز تجاه الديجيتال، بقى مجبورين ان هم يعملوا كده. ممتاز. بشكل من الأشكال. فالبارير بقى حتمي، التوسع أو البارادايم شيفت بقى حتمي، ما بقاش رفاهية زي زمان.
بقاش فكره ان انا عندي انا بعمل 100 جلسه 200 جلسه في الشهر فهعمل 150 في العياده و50 اونلاين، لا دلوقتي بقى حتمي ان انا لازم اعمل 200 اونلاين. فالتغيير بقى حتمي، ما بقاش رفاهيه للاسف. ممتاز ممدوح، انا شايف وراك ما شاء الله في بزنس موديل كانفاس. بزنس موديل كانفاس يعني في افكار، يعني ايش بداوي لسه بيفكر. ها هات ما عندك اعطيني. طيب اول شيء انا يعني اول شيء بشكر الجميع على مداخلاتهم ويعني الموبايل ابس اللي هم شغالين فيها شيء نحتاجه جدا في كل المجتمعات العربيه. خلينا نتكلم على الهيلث كير سيستمز بوجه عام. الهيلث كير سيستمز عندها معضله اساسيه هي الكوست والكواليتي والكفرج. دائما بتدور على اقل كوست عشان تخدم المرضى كوزاره صحه، كاي وزاره صحه، كمستشفى، اي هيلث كير بروفايدر عنده هذه الثلاثه تشالنجز اللي دائما بيواجهها: التكلفه الكوست، الكواليتي كيف انه يرفع من الكواليتي حق البرودكت حقه او الخدمه الطبيه اللي بيقدمها، والكفرج كيف انه يقدر يغطي أكبر عدد من المواطنين أو المرضى في منطقة معينة في الراديوس اللي هو بيست فيه كمستشفى، في المنطقة الجغرافية اللي هو مغطيها، أو بالنسبة للموبايل أبليكيشنز الآن اللي هي أكبر عدد من اليوزرز اللي ممكن يغطيهم من أي مكان. المعضلة كانت دائما خلال العشر سنين الماضية لتسي مقابل اي نيو ديجيتال موبايل هيلث ابلكيشن هي دائما الريجوليشن، الريجوليتري دائما تبحث على انه تحافظ على البيشنت كونفيدنشاليتي، الداتا حقت المريض ما يكون في هاكينج لاي معلومات للمريض او شيء من هذا القبيل، بلس انه تتاكد انه حسب الريجوليشنز في فول دوكيومنتيشن اوف ذا كيس لا قدر الله لو صار اي مشكله بعد كده للمريض. الان يعني زي ما بيقولوا من الازمات او الفرص طولت، ايوه الفرص طولت من رحم الازمات، الريجوليترز بدوا يخففوا القيود على كل هذه الشركات عشان يسمحوا لهم يقدموا الخدمة ريموتلي، يقدموا أي نوع من أنواع الخدمات اللي مسموح أنه يقدم ريموتلي بشروط أقل، بحيث أنه في الآخر المريض ما يتضرر. وهذا الحمد لله اللي صاير الآن. هل إحنا في الموبايل هيلث أو الام هيلث أبليكيشنز وكذا في بداية الطريق؟ نعم، إحنا لسه في الخطوة الأولى. الابليكيشنز في المجال الطبي، في مجال تقديم الرعاية الطبية للمرضى ما زالت يعني في مرحلة الانفنسي، وإن كان في بعض الشركات صار لها 5 سنين وعشر سنين، ما زلنا في مرحلة الانفنسي لأنه في أبليكيشنز كثيرة أو مجالات كثيرة ممكن تقدمها لجميع أنواع المرضى ريموتلي على الموبايل، على الويرابل ديفايسز، على كذا، بشكل كانت الريجيليشن مانعانا أو مأخرة الانفستمنت في هذه الأشياء لحد ما يكون في بروف كيسز و يعني يوز كيسز وبروف كيسز إنه الحالات هذه أو التطبيقات هذه ممكن تخدم. حبني على المداوي. مداوي إن جنرال إحنا الحمد لله يعني في الفينشر لاب لكلية الأمير محمد بن سلمان مسجلين مداوي، استفدنا من الخدمات اللي بيقدمها الفينشر لاب. مداوي كأبليكيشن عبارة عن ريمايندر للمرضى بحيث أنهم يأخذوا الأدوية حقتهم في وقت معين، وخاصة للمرضى اللي عندهم حالات مزمنة كثيرة، أكثر من حالتين أو ثلاثة أمراض مزمنة، بيكون عندهم عدد كبير من الأدوية، وكل ما الواحد بيكبر في السن بتبدأ ينسى هو أخذ الدواء هذا ولا أخذ الدواء هذا، وكل ما صار
انه المريض او الدكتور بيكتب دواء جديد للمريض بتتلخبط يعني حسبة المريض بالنسبة لنوع الدواء ومتى ياخده وكذا. فمداوي is a freemium, free of charge application, سويناه عشان نسهل على الناس. السؤال ممدوح, هل انتم اليوم رابطين مع المستشفيات, يعني هل المستشفيات سمحت لكم انكم تاخذوا الديتا تبعت المرضى, ولا هو كل واحد براحته اللي كل واحد براحته. الشخص اللي يحب يعني كمريض عنده مجموعة أدوية ممكن يدخل ويسجل نفسه ويحط الأدوية تبعته, وإحنا بنساعده نوضح له. إذا إحنا وجدنا إنه المريض بياخذ دوايين متعارضين مع بعض, بننبه إنه هذه الأدوية متعارضة, ارجع لدكتورك واستشير دكتورك, لأنه إحنا لسنا مصرح لنا إنه نقول للمريض هذا وقف الدواء هذا أو قلل كمية الدواء هذا أو زود الكمية. بس الداتابيس والسيستم اللي عندنا بيخلينا نلاحظ الكونفليكس اللي بتصير بين بعض الأدوية أو نسب الأدوية, وبننبه المريض إنه ارجع لدكتورك. سهلنا الموضوع للمريض وللدكتور, واضح, وللكير جيفر إنه نخليه يقدر إذا في يعني واحدة بتاخذ بالها من أمها وأدويتها, تقدر هي على موبايلها وعلى موبايل أمها ينزلوا الأبليكيشن ويصير الريمايندر للاثنين, بحيث انه البنت تذكر امها بالدواء وهل امها جرى, والدكتور والمريض يقدر يطبع لسته الادويه حقته ويروح للدكتور ويقول له هذه الادويه اللي انت كنت اعطيتني هي المره اللي فاتت, وهذا باخذه بالتزام وهذا مرات, وبيبان الادهيرنس, بيبان الكومبلاينس حق المريض بالالتزام, انه المريض بيلتزم بالضبط, بيلتزم بكل دواء. واضح. يمكن الأستاذ ممدوح كان ذكر نقطة مهمة جدا في الـ challenges, إنه قال إن الـ cost والـ average والـ quality, وكمان خلينا نضيف حاجة كانت مهمة جدا في الرعاية الصحية اللي هي الـ liability. يعني قطاع الرعاية الصحية بيبقى فيه huge liability, لأن الغلطة فيه مش مثلا زي delivery إحنا عندنا حاجة ووصلناها غلط هنرجع فلوسك, لا, there is a huge liability. أستاذ ممدوح كان لو أنا فاهم صح في مداوي ذكر statement هو قالها في آخر الكلام, قال والله إحنا بنقول إن إحنا مش مسؤولين, إن أنت بتخش وتتشيك ورجع مع الدكتور بتاعك, فهي clear your liability بعيد عنك. لكن أعتقد في حاجة زي شازلونج أو زي ينمو liability هتكون مختلفة شوية, تمام؟ فممكن أسمع من الأستاذ مثلا أحمد الليابيليتي عندكم في شازلونج, الميديكال ليابيليتي. الميديكال ليابيليتي في جزئين, الجزء الأولاني متعلق بالريكروتمنت بتاع الدكاترة أو الإمبوردينج بتاع الدكاترة, إزاي بنختار التيم اللي موجود في شازلونج. فإحنا عندنا شوية بروسيسيز أو ريستريكشنز كده للأشخاص أو الأطباء أو المعالجين اللي موجودين على شازلونج. أول حاجة إن هو لازم يكون معاه governmental license من الدولة الموجود فيها ان هو بيقدم خدمة الطب النفسي, سواء طبيب نفسي او اخصائي نفسي. الحاجة التانية هي years of experience, لازم يكون معاه عدد سنين خبرة تكفي ان هو يقدر يشيع عيان لوحده من غير supervision. الحاجة التالتة ان هو يكون عنده technical experience and so on. فده الشق الأول, بنعمل له فاتنج سواء أونلاين أو سواء بنعمل فاتنج في الكوميونيتي بتاعه إذا كان هو دكتور فعلا شاطر ولا لا. فده جزء. فهنا الليابيليتي بتقع بشكل أساسي بتقع على الطبيب من ناحية جاهزيته لتقديم خدمة الطب النفسي. الجانب الآخر والليابيليتي اللي على عاتق شيزلونج هي متعلقة بالمانجمنت والكواليتي. لو أنا طبيب, لو أنا مريض دخلت أخذت جلسة مع الدكتور والدكتور ده ما عجبنيش أو الدكتور ده ما قدمنيش الخدمة كما أريد, فبيرجع لينا كويب سايت وبيقول لنا والله حصل 1 2 3 4, والميديكال تيم بيعمل انفستيجيشن وبياخد الإجراء المناسب. لكن ما يتم داخل أو العلاقة الطبية بين المريض وبين الطبيب, إحنا كشازلونج لا نستطيع أن نتدخل فيها, لأنها أولاً علاقة سرية
قائمة على الخصوصية وقائمة على إن في الآخر في البروتوكولز بتاع الطب النفسي إن في انتمسي بين الطبيب والمريض وما يحدث داخل الجلسة هي بشكل ماسري. فإحنا لا نستطيع أن نتدخل في الخطة العلاجية مثلاً بين الطبيب والمريض بالمعلومات اللي المريض بيوفرها للطبيب أو الطبيب يطلبها من المريض، لكن فيما يخص الكواليتي، فيما يخص إدارة الفلوس، إدارة المواعيد، شيزلونج بتقدر تعمل ده. شيزلونج is acting as a marketplace فقط وتلتزم بهذا الدور، أنا فاهم كده صح؟ سيمي ماركت بليس، يعني احنا في الاخر لازم يبقى في ريستراكشنز على الاطباء اللي موجوده. الحاجه الثانيه ان احنا بنقدم للاطباء دول سوبرفيجن بشكل دوري، بحيث ان هم لو في طبيب عايز يراجع كيس مع السوبرفايزرز عن كيس معينه الخطه العلاجيه اللي هو ماشي بيها صحيحه ولا محتاجه مراجعه او احنا بنقدر نوفر ده علشان نقدر نحافظ على الكواليتي. لكن العلاقة العلاجية احنا ما نقدرش نتدخل فيها، ما نقدرش نتدخل فيها. طيب دكتور فهد، هل ينمو في حتة اكثر خطورة من شازلونج من وجهة نظر الشخصية؟ فهل ينمو بيتحرك في بنفس الابروتش اللي شازلونج بيتحرك بيه، ان احنا بقى رسمي ماركت بليس؟ مش بس كده يا محمد، كمان في شغلة مهمة عندهم انه it's autism. فانا I'm an autistic person. اعتقد autism بشكل عام دائما بيكون حمل على اي قطاع صحي او على اي national health system، لانه it's costly, you need to train people, very specific people. انت اليوم بتيجي بتقول انا I am educating هدول الاطفال او هدول المعاقين هدول special cases، اسف في الكلمه، بطرق معينه digital. طبعاً الإجابة على سؤالك نعم ولا، خليني أقول لك. طبعاً إحنا ينمو الطريقة اللي بنقدم فيها مقدمين الخدمات ويار، يعني الساس software as a service للمراكز والمدارس والعيادات اللي بنقدم خدمات خليني أقول تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بما فيهم التوحد. طبعاً التوحد خليني أقول هو مجال الاهتمام بالنسبة لي أنا والدكتور فيصل، هو أصلا يعني المؤسس الفريق، بس خلينا نقول مجال تقديم الخدمة يعني خدماتنا لجميع مقدمي الخدمات من المدارس والمراكز والعيادات لكل فئات الإعاقة. فما بنشتغل مع أي جهة إلا بتكون خلينا نقول جهة مرخصة من أما وزارة التعليم أو وزارة الصحة أو وزارة الموارد البشرية أو التنمية الاجتماعية والموارد البشرية. فكل جهة من الجهات هذه لها خلينا نقول قوانين وإجراءات معينة، لابد على كل جهة تحصل على تصريح من أي جهة من هذه المؤسسات الحكومية الثلاثة إنها تتماشى مع هذا الجهة. فأتوقع إنه هذا بيغطي خلينا نقول جزء من 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 الكاب، لكن يظل أيضا في جزء كبير يحتاج خلينا نقول عمل. إن شاء الله تعالى الجهات يعني تبذل جهود حثيثة وإن شاء الله سيتم العمل على ذلك. بالنسبة لمنصة ينمو خلينا نقول بتوفر لجميع مقدمي الخدمات هذولا أدوات تقييم مختلفة، يستطيع كل مختص سواء كان أخصائي تربية خاصة، أخصائي تدخل مبكر، أخصائي لغة ونطق وكلام، علاج وظيفي، من استخدام جميع الأدوات اللي موجودة عندنا في ينمو. تمام؟ الأدوات اللي موجودة عندنا في ينمو لها أكثر من 30 سنة تم استخدامها في خلينا نقول تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندنا خلينا نقول يعني إكسكلوسيف يعني لايسنسينج ديل تحديدا، إحنا عندنا الترخيص بحيث إننا نستخدم الأدوات هذه. الجزء هذا من العالم العربي نفتقر إلى أدوات ذات مرجعية علمية. فبيسكلي إذا أنت ما أنت عارف يعني ما عندك التول المناسبة إنك أنت تحدد إيش هي نقاط القوة ونقاط الاحتياج اللي أنت تبني عليها البرنامج العلاجي، معناته يعني ما بتعرف تبني البرنامج العلاجي، أو بالأحرى إذا أنت بنيت برنامج علاجي لتطوير مهارة أو جانب معين لطالب أو لفرد أو لأسرته خلينا نقول ما بتكون دقيقة. هذا بالنسبة لتعاملنا مع في البي تو بي خلينا نقول موديل. بالنسبة للبي تو سي which is خلينا نقول من الأشياء الجميلة اللي جابتها سوري من يقول الأشياء الجميلة اللي جابتها كورونا، صراحة يعني من زمان إحنا بنفكر إنه إحنا نفتح ال B2C بسبب إنه
فيه طلبات جدا كثيرة علينا، كثير من المختصين، كثير من الأسر يرغبون في استخدام المنصة لتقديم خدمات للاستفادة من خدمات منصة ينمو، وأيضا تقديم الخدمات هذه لمن يحتاجها. فعلشان نضمن إحنا جودة الخدمة بالتأكيد بجانب تزويدهم بالأدوات ذات المرجعية العلمية اللي هي empirically validated، إحنا كمان بنعطيهم تدريب بحيث إنهم يعرفون يستخدمون المنصة، واللي أهم من هذا كله كيف يكسبون الأطفال هذول مهارة جديدة، كيف يتعاملون مع المشكلات السلوكية، كيف يشاركون الأسرة في البرنامج العلاجي. بعد كورونا الأسر اللي كانت تعتقد إنه الطفل لازم يروح المدرسة عشان يتعلم طول الوقت في المدرسة، الآن بدأت تفكر في الموضوع هذا من ناحية مختلفة. الطفل بيقضي عندي في البيت وقت طويل جدا، أنا كأسرة لازم إني أنا أخذ وألعب دور محوري في تقديم هذا الخدمة. أعتقد إنه الجائحة هذه كانت زي الويك أب كول لكثير صدمة. Exactly. فكثير من الأسر يعني خليني بس أتطرق لموضوع جدا سريع، يعني من التجارب اللي احنا بديناها خلال الفترة الماضية اللي هو أيضا يعني خلينا نقول التجربة من زمان نبغى نسويها اللي هو تقديم خدمات للأسر. بصراحة ما توقعنا كمية الطلبات اللي بتجي علينا. وزي ما انت عارف يعني ماذا تقدم للأسرة اللي عندها طفل أي من كان ما عنده لأنه أنا غير مدرب. أنا بالنسبة لليوم أنا غير مدرب كواحد في البيت، أنا ماني أخصائي. Exactly. بس بفكرة أنك أنت ما أنت مدرب هذا ما يضعك خلينا نقول في قائمة أنك أنت ما تقدر تقدم شيء. We will help you. We will teach you to do يعني خلينا نقول something definitely that has a great impact على 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 حياة طفلك تحديدا. خليني أقول لك يعني إيش مني هم الأسر اللي إحنا بنستهدفهم. إحنا بنستهدف الأسر الأطفال اللي عندهم توحد واضطرابات نمائية شاملة. الخدمات المجالات اللي إحنا بنستهدفها تنمية مهارات اللغة والتخاطب، كيف الطفل بيتكلم، تنمية مهارات الرعاية الذاتية، كيف الطفل خلينا نقول بيأكل، كيف بيغسل يدينه، كيف بيفرش أسنانه، كيف بيهتم بنفسه. هذه المجالات جدا مهمة، واللي أهم من هذا كله اللي تعتبر هي من أهم مؤشرات جودة الحياة. إذا الطفل بيعرف يسوي كذا، إذا الأسرة قدرت تسوي تساعد طفلها في إنه يكتسب الشيء هذا، بالتأكيد راح تكون أسرة خلينا نقول جودة حياتها بتكون جدا عالية. النقطة الأخيرة اللي هو التعامل مع المشكلات السلوكية. كثير من الأطفال عندهم مشكلات سلوكية، وخلينا نقول الأطفال اللي عندهم اضطرابات نمائية أكثر عرضة لذلك مقارنة بغيرهم من الأطفال. يعني while it seems إنه very challenging and something خلينا نقول تبدو أنها يعني مشكلة ذات تحدي كبير جدا، إلا إنه الإجراءات اللي ممكن تعملها الأسرة نتائجها جدا جدا كبيرة. الأسرة ممكن تبدأ تشتغل على المشكلات هذه في البيت، وإذا بالفعل تم التعامل على المشكلات السلوكية هذه الطفل راح يقدر يكون أصحاب، الطفل ممكن يتعلم في مدارس التعليم العالي، الطفل ممكن إنه يقلل من الأضرار اللي ممكن تصيبه أو تصيب أسرته. فكر معايا، الأسرة اللي طفلها بينخرط في مشكلة سلوكية ما بتقدر تخرج حتى عند أهلها وعند أقاربها. ففكرة إنك أنت تساعدهم إنهم كيف يتعاملون مع المشكلة السلوكية هذه اللي تقريبا 80% من الأطفال يعني بينخرطون فيها، أعتقد هذا نجاح مرة كبير. وأعتقد الفترة الحالية دليل جدا على إنه استخدام التقنية لتقديم الخدمات الطبية يعني صار من أفضل الطرق. يعني حتى في بعض الدراسات هذا تقول إنه إذا ما كان يعني بنفس المجال بنفس المستوى أفضل حتى في بعض الأحيان. هل أنتوا اليوم تقدموه هذا يا دكتور مسجل ولا غير مسجل؟ يعني لايف، يعني أنا بطلب منك إنك تكون معايا ولا هي أوريدي مسجلة حسب كل مشكلة قائمة؟ تمام. بريفلي السيشنز اللي احنا بنقدمها، احنا الكورس اوف تريتمنت فور يعني سيشنز. السيشن الاول بيسيكلي ان ايفالويشن، اتس ان انترفيو وير وي نجلس مع الاسره بنسالهم عن نقاط القوه ونقاط الاحتياج لهم ولطفلهم، وبناء على ذلك يتم بناء برنامج علاجي بحيث ان الاسره تقدر تستخدمه في البيت باستخدام منصتين. فالجلسه الثانيه والثالثه والرابعه عباره عن فولو أبس، وفي نفس الوقت أدرس يعني بتجاوب على أي أسئلة ممكن الأسرة بتجاوبها. صراحة ما توقعنا أن الأسرة ممكن تجي، ما توقعنا صراحة أنه قبول الأسرة خلينا نقول بيكون جدا عالي. وكثير من الأسرة اللي exited the program they wanted us to continue the program. By the way، البروغرام هذا كان
يعني فكرنا بنقدمه يعني في مرحله متقدمه، بس مع كورونا اضطرينا نقدمه الان وبنقدمه مجانا، وسعداء اننا مستمرين في تقديم الخدمات. بس هجين يعني it's only فتره مؤقته، واعتقد ان شاء الله تعالى انه راح نشتغل عليه، وان شاء الله حتسمعون ان شاء الله اخبار طيبه قريبا ان شاء الله. طب دكتور فهد، بس للتوضيح سؤال كده اخير، لما قلت بنقدم البرنامج، اللي بيقدم البرنامج ده بيبقى ينمو ولا المختصين اللي داخل ينمو؟ المختصين اللي داخل ينمو. ما زال الان حاليا احنا بنقدم الخدمات كفريق ينمو، تمام؟ الان احنا ما يعني ما في احد خارج ينمو بيقدم الخدمه. كرنتلي الفتره الحاليه التجريبيه فريق ينمو بيقدم الخدمات هذه. أي. بس بعد كده هيكون المختصين، فيبقى سي تو سي موديل، انت مش في انت مش موجود كلاير ومعلكش لايبيليتي، صح كده؟ اكزاكتلي. بس في نفس يعني صحيح، لكن في نفس الوقت احنا ما راح نعطي اكسس لاي احد. We want to make sure that people are using our platform, are trained, or they have completed at least 12 hours of Yenmo training. Okay. ممتاز، واضح جدا. وده يخليني اقفز لاستاذ ماجد، بس في توبيك مختلف تماما. هل احنا حصل جامب رهيب، حصل بوست غير طبيعيه من بعد كوفيد 19، حصل جروس ضخم، الناس السبلاير بداوا يتعاملوا بشكل مختلف، او مقدمين الخدمات بيتعاملوا بشكل مختلف، هل ده هيستمر بعد كورونا؟ هل المستقبل ما بعد كورونا ما زال الهيلثتك قوي ولا تتوقع هيخل؟ احنا خلينا نتفق، ما في شيء هيستمر زي ما هو بعد كورونا. الهيلثكير سبلاي تشين كله اختلف، الفورمولا من A to Z اختلفت. كورونا بقد ما فيها مساوي والله جينا وبعدنا عنها، في منها فوائد كثير كثير، زي ما تفضل اخوي الدكتور فهد، اشياء كثير كانت in the making وفي الكيتشن، بس اضطروا يطلعوها. one it's a good time to test it، الماركت هانجري فور ات، فلازم يطلعوها. فكانت فرصه، زي احنا التلي هيلث كان in the making وطلعناها على طول، وفي اشياء ثانيه ان شاء الله we're working on دحين. فهي فرصه كبيره ان الواحد يبدا يعمل تيست ويشتغل عليها. الفائدة الأساسية يمكن لو حتى يعني لو نبسطها، في بيتنا إحنا اكتشفنا في نفسنا مهارات ما كنا نعرفها، إن أنا أعرف أطبخ وأعرف أصلح وأعرف أسوي وأعمل وكل. فهل هذا معناته بعد كورونا أنت لسه هتعتمد 100% على مطاعم و100% على تصليح؟ لا طبعا. You should use، لو أنت خرجت من كورونا ورجعت كما كنت هذه مشكلة. فبعد ما نخرج من كورونا إن شاء الله اتوقع الايكو سيستم كله هيختلف، ومعناته السبلاي تشين يختلف، ومعناته الديماند على البروفايدر هيختلف. فمثلا اللي كان يسوق 6 ساعات عشان يروح يشوف طبيب يقول له ابني عنده مشكله لوز، ممكن يدخل معاه الحين اونلاين ويبدا يشتغل معاه، لانه جربها قبل كده ولما اضطر ولقاها اتس وركينج، وهو مضطر بس يروح يعمل العمليه مثلا. يعني في اشياء واضحه للاطباء وبخبراتهم، ففي اشياء واضحه. المراجعة اللي بعد العملية، أنا ما أتوقع 100% اللي بيروحوا للطبيب أو يعملوا سيرجري يرجعوا كلهم 100% يرجعوا للعيادة يراجعوا في in person. أتوقع هذا كله هيختلف. الكرونيك اللي كان كل شهر يمر ياخد دواء، أتوقع هذا برضو هيختلف، هيبدأ ينزل، بعضه هيدخل على السيستم على بلاتفورم، السبلاي تشين حقه هيختلف. احنا اليوم شفنا مستشفيات كبيرة ما كان في بالها التيلي هيلث، ويمكن كان موجود اتس ا توبيك، الان كلهم تحولوا التيلي هيلث، بتشوف اعلان في البوليت بورد برا، تمشي في الشارع بتشوفه. صحيح، هو بروفايدر، هو دفع ملايين عشان يفتح مستشفى ودفع كهرباء ومسوي فاسيلتي، والان تحول وصار عامل تيلي هيلث. يعني هي فرصه انك تجرب الاشياء دي، وفرصه لينا نتغير. على سيره التغيير يا ماجد، وانه احنا محتاج، تفضلي ممدوح قبل ما احكي قبل ما احكي على التغيير. أنا بدي أكمل على كلام ماجد على إنه كورونا الآن زي اللي بيعطي تيربو للإم هيلث، الميديكال هيلث، الموبايل هيلث أبليكيشن بوجه عام. ما بعد الكورونا، فترة تعرضنا للكورونا هذه، يعني إحنا يمكن نكون في بدايتها، يمكن نكون في وسطها، ممكن تستمر عدة أشهر، لكن بعد ذلك أو خلال الفترة هذه الانتقالية أو transition period هذه، أنا شايف إنه كورونا فتح الباب لدعم كثير من الموبايل health applications للتفكير بطريقة مختلفة
في معالجة المرضى الابليكيشنز كثير يعني او تطبيقات يوز كيسز مختلفة في المجال الطبي. الشيء المهم جدا في الموضوع هذا هو يمكن فيه شوية difficulty هو موضوع البيمنت، مين اللي بيدفع الميديكال انشورنس، مجلس الضمان الصحي، هذه الاشياء. انت الان في المجال في مجالنا في اشياء بنقدمها فري اوف تشارج، في اشياء المريض بيدفع، ذا ماركت بليس بيدفع للطبيب مباشره، في اشياء بتكون تحت ميديكال انشورنس كفرج، عقد او تغطيه تامينيه صحيه. هذه الاشياء حتبدا زي ما تقول تتلحلح شويه، تتغير طريقة المونيتايزنج، البيمنتس، الفاينانشلز تبعت المجال الطبي بشكل كبير. زي ما تفضل ماجد، أول شيء كان الأورجانيزيشن تبغاك تيجي عندها عشان تقدم لك الخدمة، هو الآن مجبر أنه يقدم لك خدمة ريموتلي. وبالتالي طب الميديكال انشورنس فين من الايكو سيستم هذا؟ This is where we need to wait and see. طيب قبل ما افوت على الميديكال انشورنس and what is happening in the medical insurance، في سؤال كانت الناس اليوم تتكلم عن البريفنتيف هيلث كير، مظبوط يا ماجد؟ وانه الوقايه خير من العلاج، and what can we do عشان الوقايه خير من العلاج. هل اليوم في أحد في الإيكو سيستم موجود بيقول لك والله أنا I'll be able to analyze your data and predict إذا أنت لا قدر الله بسبب العوامل الوراثية وبسبب ضغط العمل وبسبب الحالة النفسية اللي أنت بتمر بها اليوم، أنا أتوقع يا سيد الكريم إنه لا قدر الله لو استمريت بهذه الطريقة this is what you will face and therefore you need to do 1, 2, 3, 4, 5 وما بعدها this is the type of things that you need to do علشان إيش؟ علشان تمنع انك تحجز عند الطبيب الفلاني او تاخذ تيلي ميديسين او 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 او. ماجد. تمام. شوف في الفتره الحاليه ان كوفيد انت يور نوت ات بريفنتيف ولا طب وقائي ان كوفيد. No. الفتره الحاليه الكرايسيس في ديماند، كان في فلود داخل على العيادات والمستشفيات وتوقف الفلود، بس المريض يضل مريض واحنا بشر وفي برسنتج معينه بتمرض وبتتعب وسون، وفي ناس عندهم كرونيك ديزيز وسون. الفتره الحاليه ما هي وقت بالنسبه لينا على الاقل، او احنا كشركه we're not in that stage نفكر في البريفنتيف سوليوشنز. دائما الاشياء دي تكون في وقت مور سيتلد، الامور ماشيه بطريقه مختلفه. الفتره الحاليه مور انتو هاو دو يو كيف تاخذ الناس دي وتدخلهم في مرحله علاجيه او تخليهم يقابلوا سبيشاليست او متخصص معين. لو تلاحظ حتى التخصصات الاساسيه اللي اول كانت تجي، يمكن اكثر التخصصات اللي عليها اقبال الاسنان والجلديه والاشياء دي، اليوم لا، اتس انترنال ميديسن والنساء والولاده والاطفال، الاشياء اللي بتجي بشكل متكرر وشويه سكوب تبعها اكبر وتقريبا اتس اولموست ماست. العدد طبعا اقل من اول، ولكن النسبه بالنسبه للخمسه والاربعه وطبعا النفسيه بالنسبه للتخصصات هذه زايد كثير، والناس كثير بيحتاجوه بوجودهم في البيت. فاعتقد الطب الوقائي يعني موضوع كبير، واعتقد اوفرول الايكو سيستم اوف بين هيلثي هذا الهاجس اي ثينك انه اتس ا لايف ستايل ولازم يدخلوا فيه سبيشالست ومتخصصين من ناحيه اخرى. الكرايسيس انت بتحاول تكونتين وبتحاول تخرج منها باقل الاضرار على الارواح وعلى الناس وعليك كشركه، بس نوت تو بلان. اعتقد من وجهه نظري ما حتتكلم على طب وقائي وتحاول تحطه الان في المرحله الحاليه. هذا بالنسبه للوقت الحالي. تمام. لكن ما بعد الكوفيد 19، تمام، وات از ذا فيوتشر، ما هو مستقبل الديجيتاليزيشن؟ وعلشان نبسط، هل اليوم اعتقد ان انتم ذكرتوها في البدايه كده على بسرعه الى ان اجى وقتها الان، هل اليوم يا جماعه the future is for the digital ولا how digitalization will play a role في كل مجالاتكم،
انت في فيزيتا، الدكتور فهد في يمه، الاخ احمد في شيزلونج، ممدوح، حد نسمع. انا بس اجاوب على حاجه، وتاكيد الاخوان عندهم اضافات. احنا ذا بلاتفورم اصلا انبنى على الديجيتال سوليوشن، رايت؟ في بعضها ماركت بليس، في بعضها لا تقدم دايركت سيرفيس اند سو اون. انا if you ask me، يمكن انت you will come to this later، ايش اكبر مشكله واجهتني او you can see it في المنطقه عندنا كلها؟ عم تحرق علي الاسئله، بس جو اهيد. هي الداتا. if you have data، وطبعا كل التوجه في هيلث كير رايح للداتا والبيج داتا والاي اي واشياء كثير انت اكيد حترجع لها، بس انا احب احرق عليك الاسئله الجايه بسرعه. بس the biggest pain الموجود في كل الايكو سيستم هو الداتا. The more data you have، the more اللي انت قلت عليه productivity، تشوف ايش ممكن الناس يحصل هنا، ايش انواع العلاجات اللي ممكن تستناها. وطبعا قس عليه اي شيء، supply chain للأدوية، الداتا في المستشفى اللي هي الـ HIS system وسو اون، يعني قس عليه اي شيء. انواع المرضى اللي بيروحوا للمستشفى واللي المفروض يروحوا البرايمري هيلث كير وما يروحوا المستشفى، يعني مواضيع كثيره جدا 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 يعني. بس انا بالنسبه لي اكثر موضوع كان يمكن حتى في التحول موجود بشكل كبير هو الداتا. المور داتا يو هاف ذا مور ايش تقدر تبني، سواء طب وقائي او طب علاجي او جميل جدا. اذا هل اليوم الفيت بيت الويربل ديفايسز، ما هي الاشياء اللي حوالينا، هل هذا اليوم بتساعدنا انه نحصل على داتا، ولا ستيل وي نيد ذا داتا تو كم من المستشفيات، اللي هو طبيب اللي هو ما زال عنده الملف اللي بيدخل على السيستم تبعه، محتاج يدخل ويتطلع من 4-5 سنوات ايش سويت، ويتطلع على اخر كشف والخ الخ الخ الخ. داتا، هاو ذس كود بي سولفد، وات از ذا فيوتشر اوف جوينج ديجيتال ان ذس واي. I know ما في حدا عنده الإجابة، وإلا it will be the next billion dollar question as they say. ولكن إيش؟ I think إذا سمحت لي يعني طبعاً الداتا زي ما تفضلت وتفضل أخوي ماجد، يعني بالنسبة لـ it's a greatest asset. هذا الشيء اللي إحنا نفتقده خصوصاً في الجزء هذا من العالم. وجين زي ما قال يعني كل ما كان إحنا عندنا بيانات أكثر، كل ما إحنا قدرنا نتصرف المواد الموجودة عندنا ندخل ذات برضو كمان حتى نقدر نخطط أكثر للمستقبل. طبعاً قبل إني أنا كمان ما أسلسل في الموضوع هذا، بس very quickly الاستخدام خلينا نقول الفترة الحالية، هذا الشيء اللي إحنا كلنا، أنا والله زملائي اللي موجود معي خلينا نقول اللي موجودين بشركات مختلفة، إحنا قاعدين بنقول عليه من أول، يعني كيف إنه التكنولوجي بتimprove بتساعد في 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 زيادة جودة الخدمة والكفاءة، هذه الأشياء إحنا كلنا شفناها. واعتقد الان بالفتره الحاليه بسبب يعني تحديد الموارد وما في عندنا مصادر، اعتقد الان وقت مناسب جدا للاستثمار في مثل هذه خلينا نقول النماذج، ويعني والنماذج هذه علميا اثبتت زي ما ذكرت فعاليتها. طبعا تقدر انت تقلل الكوست، واحنا يعني كثير من الاسر وكثير من المستفيدين بيقدر يتلقى نفس الخدمه في بيته بتكلفه اقل، وخلينا نقول هو مرتاح ومن غير اي شيء. نفس النماذج، النماذج اللي هو التلي ميديسين، هذا ما تقصده؟ يس التلي ميديسين، وخلينا نقول والمجالات اللي خلينا نقول بتدعمها زي ينمو. طبعا ينمو مش تلي هيلث، ينمو هو سيستم بيساعد اي احد خلينا نقول عنده تلي هيلث، خلينا نقول كلينيك، بيقدر يستخدم الفيرتشوال خلينا نقول روم تو ميت وذ بيشنت، وبيستخدم ينمو علشان يعني تؤسس البيشنت، تو كرييت التريتمنت بلان، وتو مونيتور البروجرس، ودو ذا ريبورت. فاجين كلها خلينا نقول بتكمل بعض. طبعا الممارس حيستفيد، خلينا نقول مقدم الخدمه سواء كان طبيب سواء كان اخصائي، بيقدر يعني كان اكسس ال different assessment tools that are empirically validated، بيقدر يجمع داتا، الداتا خلينا نقول هذا جمعها بيكون سهل، واللي أهم من هذا كله إنه تحليلها بيكون instant، بيكون بشكل لحظي، وحتساعده بكيف إنه هو يتصرف في المستقبل. المستفيد الأسرة أيضا بتقدر تتلقى الخدمة زي ما ذكرت بكل يسر وسهولة. اللي أهم من هذا كله جهات الدعم والإشراف، خلينا نقول الجهات اللي بتهتم في البيانات الضخمة هذه، سواء كانت الوزارات المسؤولة أو جهات الانشورنس،
تقدر تستفيد من الداتا هذه في أشياء جدا كبيرة، زي ما ذكرت أخوي جمال في كيف إنك أنت بتعمل كلاسترينج للبيشنت وكيف إنك أنت تضعهم في مجموعات، يعني whatever works مع مجموعة معينة قد لا يعني ينفع مع مجموعة أخرى، كيف إنك أنت تتنبأ في different خلينا نقول methods ولا طرق معينة ممكن إنها ما تنفع إلا لمجموعة معينة، وزي ما ذكرت ما بتنفع مع مجموعة أخرى. فأعتقد إنه زي ما ذكرت هذا هو المستقبل، وأعتقد إنه الداتا الحالية اللي موجودة ما زالت يعني خلينا نقول محدودة، والأهم من هذا كله إنه غير إنه الداتا المتوفرة اللي عندنا خلينا نقول محدودة، مهم جدا إننا إحنا we collect the right data، لأنه إذا أنت ما كان عندك البيانات الصحيحة أنت ما بتقدر تبني النماذج هذه اللي بتقدر أنت تنبأ فيها وتقدر تصنف الناس فيها وبناء عليها تتخذ القرارات المناسبة. هل اليوم أنا عندي شيء بيجمع مني data live لحظة بلحظة دقيقة بدقيقة، وإيش عم باكل، إيش عم بشرب، كيف عم بعيش؟ أنت تكلمت أخوي جمال على الـ wearable. Again, it's more خلينا نقول objective compare للداتا اللي ذات الـ clinician collects ولا inter manually. بس again زي ما تعرف حتى الـ wearable يعني مع إنه فيها تقدم جدا كبير إلا إنها ما بتغطي خلينا نقول الـ 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 ما بتعطينا الصورة كاملة. Again, this is going to change. And actually, in fact, this is changing. How soon that will happen? I think it's going to happen very soon. يعني. إذن الطريقة الوحيدة إنه المعالج بالمستشفيات بالديتا سيتس اللي موجودة whoever is being entered manually أو إذا كان في سيستم زي حضرتك اللي تفضلت به to monitor and take control, then that is the way to ايش to collect proper data. صحيح؟ correct. أحمد. correct. صار وقتك نسمع how digitalization will affect you guys. أنتوا already in the digital space. Yes. أنا بس عندي ملحوظة أو تعقيب على العالم ما بعد كورونا والمنتال هيلث التليميديسن ما بعد كورونا. أنا في وجهة نظري ما نعرفش حقيقة يعني ما عرفش يعني دي أول جائحة إحنا نشوفها في حياتنا ما شفناش زيها قبل كده. فهل العالم هيتجه ان هو يتعود على التليميديسن ان هو يكلم الدكتور في التليفون او فيديو كونفرنسينج مش هيضطر يروح له بعد كده؟ يعني كل الريسيرش اللي بتتكلم عن المينتال هيلث افتر كورونا ان ناس كتير هتجيلها بي تي اس دي بوست تروماتيك ديسوردرز. فالبوست تروماتيك يا اما بيبقى هو بيبقى اجريسيف جدا، يا اما الناس هتبقى سوشيالي اكسبتد بشكل كبير جدا، يا اما هتبقى سوشيالي ايزوليتد بشكل كبير جدا. فحقيقه مش عارفين الاتجاه هيروح على فين. هل الناس علشان كانت مكبوته فهترجع تاني بشكل اجريسيف ان هي تروح العياده او تتكلم مع دكتور او عايزه تشوف الدكتور لانها كانت مكبوته ومخنوقه، او هتتعود على لايف ستايل او على شكل معين من الرعاية الطبية وهتستمر فيه؟ ده لازم يكون له بلان، وده لازم يكون له بلان. البلان التو بلانز دول لازم يكونوا موجودين، واكوردنج البيهيفير بتاع الكاستمرز هنتحرك. لكن انا الحقيقة ما عنديش توقع، وما اعتقدش حد في العالم عنده توقع. Yes. أوافقك الرأي بس أحمد، يعني ما حد عارف كيف حيكون الوضع بعد فترة، لكن اللي باين والله أعلم إنه يعني كل المنشآت الصحية، كل الدكاترة، العيادات، كذا، أيا كان الوضع والسفرنج خلال فترة الكورونا وبداية الخروج من أزمة الوباء هذه، الكل راح يتجه لديجيتال سولوشنز. أي أورجانيزيشن طبية أو عيادة ما عندها ديجيتال آرم خلال الفترة الجاية تتواصل فيها مع المرضى أو تحر فيها بعض معضلات السبلاي تشين بالتأكيد حتسقط. كان في كتاب طلع من 4 سنين كان اسمه The Patient Will See You Now عن مستقبل الهيلث كير والتليميديسن بوجه عام في أمريكا، وفكرة اسم الكتاب The Patient Will See You Now على العكس من الناس متعود عليه إنه الواحد لما يروح عند الدكتور في العيادة الممرضة بتقول له الدكتور حيقابلك الآن.
فهذا بيقلب الموازين انه التيلي ميديسن البيشنت الان هو اللي بيختار الابلكيشن، هو اللي بيختار الدكتور اللي حيروح له. والانيبلر الكبير في الموضوع هذا هو الديجيتال ارم الموبايل والويرابلز اللي انت تفضلت تكلمت عليها، ويعني احتمال كمان different types of wearables تطلع خلال الفترة الجاية بسبب الأزمة هذه، أزمة كورونا. ممتاز. وبس. ممتاز. يعني there is no clear answer and that is an answer بحد ذاتها. And that is an answer بحد ذاتها. Since you guys are mostly digital spaces وما عم تتعاملوا كتير مع ال patients or you are not currently خلينا نقول registering سواء كان clients as دكاترة نفسيين ولا سواء كانوا whatever كلهم في his own entity. Can you list down بعض ثلاثة تحديات you are currently facing and how are you managing it؟ والأهم من هذه التحديات إنه الأطباء بشكل عام since they are very sophisticated, very knowledgeable, they are also hard to deal with. So how do you manage them؟ مانج التحديات في المرحلة دي يعني؟ نعم. أنا يعني احنا هنتكلم عن تجربتنا. أنا شايف إنه أكبر تحدي احنا حقيقي بنقابله دلوقتي هو وزي ما دكتور ممدوح اتكلم هي الكواليتي، إن إزاي تحافظ. أنت جالك سبلايرز كتيرة، أنت كان عندك سبلايرز معينين قادر تكونترول الكواليتي بتاعهم بشكل معين، قادر تسكيل بشكل معين according للسكيلابيليتي بلان بتاعك. جالك جائحة، عدد كبير جدا من السبلايرز بدأ يدخلوا، ازاي تحافظ على الكواليتي؟ وده نقطة مهمة جدا جدا. وانا يعني اعتقد ان كل الاخوان الموجودين في البانل عندهم سكيلابيليتي بشكل كبير جدا في المرحلة دي، فجالهم ديماند كتير جدا فمش قادرين يكونترولوا السبلاير. فكونترولينج السبلاير از for me يعني is a first priority for us. ازاي تعمل ازاي quality plan, empowering plan, training plan and so on علشان تقدر تحط standardization للquality بتاع السبلاير بشكل كويس، عشان في الاخر كده انا شايف ان الرعاية الصحية الاشكالية الحقيقية فيها هو السبلاير مش الديماند. الديماند كبير جدا لكن السبلاير ازاي مستمر وموجود. الله يبعد عنا وعنكم الأمراض يا رب. أنا وموجود كمان لو هنتكلم بشكل entrepreneurial هو الجيم of customer acquisition is easy. صحيح. هي كذا equation acquisition cost و lifetime value لو هنتكلم كستارتوب يعني. لكن ال game of supplier is very difficult. ازاي تأكواير السبلاير، ازاي تحافظ على الكواليتي بتاعه، لان هو في الاخر انت ما بتتدخلش في العمليات الطبية، فانت مهم جدا انت لازم تحافظ على الكواليفيكيشنز. طب هل هذا شرط اليوم السبلاير تبعونكم عشان يكونوا عندكم وهم الدكاترة بشكل عام، انه انت تقول له ما حد يتدخل في شغلي؟ يعني انت if you're gonna sign me up انت you just bring me the patient وانا اسمي يشفع لي، بما انه انت you take them into screening process زي ما تفضلت سابقا، ولا how do you manage them؟ يعني هدول العالم شوي بيكونوا الدكاترة الله يعطيهم العافية very sophisticated super educated وغيره وغيره. دكتور ماجد يمكن عنده خبرة اكبر مني في الموضوع ده. انا جايله، انا عم بحط السؤال هذا لاني جايله. انا شايفه في الكاميرا بيطالع فيها. ايوه هو نازل يجاوب اكتر مني في الموضوع ده. شوف خليني اقول لك حاجة. احنا في زيتا طبعا انا I'll come to what pre-Visita for me. Visita offers three things طبعا. اول حاجة اللي هو البوكينج العادي، تدخل بتحجز موعد، اختار الدكتور حسب الريفيو حسب اللوكيشن حسب الانشورنس سعر whatever، وبتروح you go there and then you see the doctors and so on. بعدين you leave a review which is very important. Yes. بعدين during this crisis we're offering two services. واحدة اللي هي telehealth بدأت بالcalls now إن شاء الله video this week. وفي service تانية اللي هي الhome visit. الhome visits is super important. There are cases of elderly ولا ناس ما يقدروا يروحوا ولا حالات معينة تتطلب الهوم فيزيت. الإقبال عليها مو مرة كبير لسه، يعني أتمنى من الله أنه ما تستمر الجائحة. أتوقع لو استمرت يمكن يزيد عليها الإقبال، لأنه الناس ما راح تروح لفترة طويلة، وطبعاً الشانسز أنه لا سمح الله شخص يحتاج مستشفى تكون أعلى.
فهذه الأشياء الثلاثة. لو pre كورونا I was working very closely with consumers, with patients and physicians, very closely. I know. The behavior of doctors is it was never my first concern. It's the patient's behavior. A patient behavior ولا doctor's behavior كلها مع بعض هم الاثنين بيتقابلوا في الأخير. The patient's behavior is very tough. It's very tough to control. It's very tough to maintain. أنت عارف it's healthcare and so on. إحنا اشتغلنا برضو مع mental health facilities. There's really simple tips that can turn around the whole facility. يعني to the point that you have very experienced people على triage من البداية عشان يعرفوا كيف يجروا إنسان لا سمح الله mentally لأنه it's really tough. ويمكن أحمد كان بيعقب عليها كتير عليه. فاشتغلنا كتير على mental facilities كمان. كانت very tough journey. فالتشالنج of أي service you provide موجود. واحد بيروح satisfied not satisfied. أنا أختلف عنك من ناحية رأيي. بيروح على البلاتفورم بيحط وبيحط رأيه. هل الإقبال على التيلي هيلث زي البوكينج؟ لا طبعا. البوكينج كان يعني أنت عارف الديماند الناس بتستنى 6 شهور وأربع شهور وبينتظروا يروح المستشفى خصوصا يعني أنت السعودية تلتها مؤمن. يعني تلت المملكة عندهم تأمين والتلتين وخلينا ناخد نص التلتين يمكن they can access the private الحكومة بشكل سهل فالديماند جدا عالي وحيستمر. احنا كل اللي بنقوله انه الشيفت في ترافيك حيختلف كتير يعني هتشوف واتمنى يعني انه احنا كدولة يتحول التشالنج الاساسي انه الاكتيفيشن اوف برايمري هيلث كير. صدقني لو اتحول وصارت البرايمري هيلث كير تشتغل المستشفيات هترتاح. مستحيل زي ما تفضل محمود you're gonna maintain كل الناس دي اللي بتجي بالكوست اللي بيحصل بالكواليتي والكفرج. يعني مستحيل تفتح 100 مستشفى تانية وتجيب ماشينز وتجيب دكاترة مستحيل. It's not gonna work. استرلنا شوي ايش هو البرايمري هيلث كير ماجد؟ هي العيادات الأولية اللي بتاخد المرضى خلينا نقول النون ايرجنت الامراض بيعمل السكريننج قبل ما يحولوا على مستشفى التخصص. ايوه يعني في الهيلث كير سيستمز في العالم انت ما تقدر تروح على المستشفى بس كده ويو نوك اون ذا دور وتاخذ موعد. غالبا بتمر على البرايمري هيلث كير او لا سمح الله انت جيت عن طريق الامرجنسي. نعم يكون في تحويل يكون انت جيت عن طريق الامرجنسي. البرايمري هيلث كير دكتورز او العيادات الاوليه هم دكاتره فيهم سبيشالست وفي كونسلتنت بيكشفوا وبيعطوا ادويه لشيء معين بياخذوا بيعملوا تحاليل بيعملوا اشعه وسون وبيحولوا زي ما تتطلب الحاجة. في الـ government في وزارة الصحة اليوم صار دور البرايمري هيلث كير هيوج. ارتبطت إذا سمعتوا بشيء اسمه كلستر ارتبطت العيادات بالمستشفيات. فصارت العيادات 10 أو 15 عيادة في منطقة أو حي معين مربوطة بمستشفى كبيرة. فصار مسؤولية المستشفى to make sure إنه الزحمة اللي عنده 15 عيادة يوزع الزحمة عليها. فيبدأ يعمل اكسشينج ويحول عليها مرضى يبدأ بس البيهيفير اوف ذا بيشنت از تف لليوم. يس هو بيروح على الامرجنسي وما بيطلع ما يرضى يطلع. فانت مع مع الوقت لما الكلتشر يتحول انه والله في كيسز ما تضطرك تروح على المستشفى وتستنى 8 ساعات 6 ساعات تقدر تروح واحد من البرايمري هيلث كير اللي في الحي او في المنطقه اللي انت فيها لانها بتخدم منطقه سكانيه اصغر. نعم هو السعودية تقريباً وزارة الصحة فيها يمكن حوالي أكثر من 2000 برايمري هيلث كير مبنية وموزعة في جميع الأحياء السكنية في المملكة. وشبيه بنظام البرايمري هيلث كير في بعض الدول عندك موجود اللي هو الفاميلي دكتور الجنرال براكتيشنر أعتقد في الـ NHS في بريطانيا. المريض أول شيء بيروح للفاميلي دكتور والفاميلي دكتور هو اللي بيحوله للمستشفى أو لمركز تخصصي. وهذا برضو يعني الفاميلي دكتور والبرايمري هيلث كير ككومبوننس في الخدمة الصحية إنه يكونوا ممكن المريض يتواصل معهم بالديجيتال أبليكيشنز وبعدين الزيارة بعد كده تتحقق إذا كان ضروري إنه هو يزور الدكتور في العيادة. وبعدين الخطوه الثالثه انه الفاميلي دكتور او البرايمري هيلث كير كونسلتنت بيرسلوا للمستشفى. طبعا زي ما قال ماجد المريض بده يروح على المستشفى على طول.
أنا ما عندي مشكلة مع الحكي هذا، ولكن اليوم أنت لما تكون مكان المريض، يعني إحنا اليوم في ثقافة خلينا نكون أنا مكان المريض، هل أنا اليوم، هل أنا اليوم في ضامن مستوى خدمة ومعرفة هذا الطبيب الأولي اللي هروح عليه قبل ما أروح مباشرة على الطبيب المختص؟ هل اليوم أنا عندي وفرة من هدول الدكاترة في البرايمري كير أو في غيره؟ أقول لك لا، أنا أصلا أنا عايز أحجز في عيادة الدكتور فلان لأنه هو متابع حالتي من أيام بابا. أنا عارفه لأنه هذا معايا من العمر عتية، فأنا عارف الرجال وما حروح له لأنه أنا بأثق فيه. صعب أنه أنا تشفت على واحد يكلمني تليفون ولا يقول لي افتح الكاميرا تشيك شوف حس يا أوكي. شوف جمال، هو تفضل معجب. أنا أبغى أرجع له على نفس اللي قلت له قبل شوية، هي البيشنت بيهيفير هي اللي حتتغير إن شاء الله. الكواليتي لازم تتحسن في نفس الوقت. ما أنت ما ينفع تقنع البيشنت يروح مكان وما يلاقي خدمة، حيرجع لك تاني. فالكواليتي بتتحسن، واعتقد يعني انت لو تشوف الرؤية، انا طبعا اي مجال بتدخل فيها يمكن لما اشتغلنا اول انصح اي احد يشوف ايش بتسوي الرؤية طبعا. لانه تلاقي معظم المجالات الاساسية الرؤية اوريدي فيها بلان، فاذا في ناس بدهم يدخلوا على السوق يشوف الرؤية فين متوجهة، هتلاقي ان الرؤية تبغى تعتمد على البرايمري هيلث كير بشكل كبير جدا في الفترة المستقبلية. بس هي فيها جهتين، فيها الكواليتي وفيها البيهيفير نفسها. تسوي ايش هي زي التشيكن، انك تبدا باي لا ابدا بدي، هما الاثنين لازم يبداوا مع بعض في بعض الحالات. وفي بعض البرايمري هيلث كير از دوين ريلي ويل وممتازه، والمستشفيات حولت عليها وبدات تشتغل وبدات تتحرك بشكل رائع، بس في بعضها تفتقر للسبلايز، تحتاج شويه شغل، يعني هذه يبغى لها وقت. بس هو البيهيفير زي ما انت تفضلت، لا انا ابغى اروح لدكتوري نفسه اللي زي ما قلت ابويا يعرفه جدي راح له قبل 50 سنة، هذا كله حيتغير ان شاء الله. ايوه، وهي هي مشكله كمان يعني ماجد، الويتنج تايم للمريض. المريض ايوه المريض ده حيروح لنفس الدكتور هذا كل مره، ممكن الجدول تبع الدكتور مليان، ما بيبدو انه يستقبلك في هذا الوقت. فهي في عوامل دافعه لل وخاصة المرضى اللي هم عن طريق بوليصة تأمين، عندهم بوليصة تأمين كذا، إنك أنت تقدر توجههم أولاً للعيادة هذه للبرايمري هيلث سنتر للبرايمري كلينيك، وبعدين تبدأ تروح للدكتور بدل ما تروح على طول حاجز مع الدكتور مباشرة، لأنه الدكتور هذا الكونسلتنت مفروض إنه هو بيعالج المريض اللي حالته مستعصية أو عنده حالات أصعب. ممكن البرايمري دكتور أو الفاميلي فيزيشن هذا يعطيك العلاج أو يحولك على دكتور ثاني ما عنده هذا العدد من الحالات المستعصية يقدر يعالجك لأنه حالتك ما تستحق. وبالتالي التلي هيلث اللي تفضل بيها ماجد أو الهوم فيزيتس لن تكون لهؤلاء الأطباء المتخصصين اللي هو أوريدي جدوله ما بيسمح انه ايش to take another form of things، فهيصير في زي categorization مين هم اللي يكونوا للتلي هيلث ومين اللي لازم يكون له في زياره وغيره وغيره. اعتقد اذا سمحت لي بس الداخل مداخله سريعه، اعتقد في عندنا عاملين جدا مهمه وراح تاثر في النقطه هذه. العامل الاول يتعلق بثقافه المستفيد، المريض، هل المريض خلينا نقول يقبل انه يتعامل بالطريقه هذه؟ اعتقد انه في تعليم او education لازم يصير كثير للمستفيدين، واعتقد ما في افضل من الفتره الحاليه بسبب الجائحه، خلينا نقول من ناحيه ايجابيه. الناحيه الثانيه اللي هو يتعلق ايضا بشده الاعراض، زي ما ذكر الاخوان، يعني مش كل حاله حتقدر تستفيد، لكن خلينا نقول الغالبيه او خلينا نقول مجموعه كبيره من الحالات اول مره بيقدر يستفيد من طريقة تقديم الخدمة هذه. وهذا كلام اللي أعتقد يعني الغالبية إذا ما الكل يتفق معنا فيه. هذا الشيء خلينا نقول ما هو بديل للطريقة التقليدية، خلينا نقول اللي بتقدم بالشكل العادي، لكن احنا نقول خلينا نقول بديل أفضل، وممكن إنه كثير من الحالات ممكن خلينا نقول خدمتها بهذه الطريقة. بس حبيت أوضح النقطتين هذه. شكرا. ماجد كان عندك شيء بدك تقوله؟ لا لا اتفق تماما مع دكتور تماما. في مكان محمد اتفضل يا ماجد. انا كان اتفضل استاذ ماجد. لا بتفق معاه، وفي مكان في ضغط معين الان اتفكر حيتفك باذن الله بعد الجائحه حيتفك، بس ما راح يلغي الدور الاساسي للطبيب عشان أكيد. ما نفهم غلط يعني، فكلام الدكتور 100% سليم.
خليني ارجع كمان واكد على حضرتك بتقوله استاذ ماجد ان الضغط ده يعني جائحه كورونا ممكن تكون عملت سوبر تيست للميديكال ايكو سيستم بتاعنا كاملا. تمام، ان فجاه بقى في ضغط ضخم جدا، وفجاه كمان البيهيفير بتاع الكاستمرز وبتاع الدكتورز او بتاع البيشنت والدكتورز البيهيفير نفسه كله اتغير، وبقينا كلنا بنتحول للديجيتال بلاتفورم. فده طلع نيدز جديده وطلع احتياجات جديده في الهيلث ايكو سيستم كله. ايه اللي ممكن تكونوا متخيلين نتيجه البريشر اللي حصل للايكو سيستم ده؟ اكيد في فرص طلعت او في جابس طلعت ما كانش حد مغطيها، خاصه في عمليه الديجيتاليزيشن. فايه الجابس اللي انتم ممكن، لو انا النهارده انتربرينور وعايز اعمل ستارت اب في الميديكال فيلد، او انا حد انترستد في الميديكال فيلد وعندي فاندز، او انا انتيتي معاها انفستمنت وعايزه تبتدي انفست في دايركشن معين، ايه الجهات اللي فيها جابس ولسه نوت تاتشد في الميديكال فيلد ومحتاجه more support من entrepreneurs وال entrepreneurship ecosystem؟ يجي invest of his long. طيب لو حد اهلا وسهلا يعني. عبتقبلوا اي ticket size احمد مزبوط؟ اي خلاص we take it off the conversation then. والله اسمح لي اذا نتواصل عن صوت اخوي احمد تفضل. انا بس انا شايف ان الجاب بشكل اساسي في جزء كبير جدا مش متغطي، هي جزء الاويرنس. الناس محتاجه تتعلم البرايمري، يعني احنا مثلا في الشازلونج كان هدف من اهدافنا ان احنا نعلم الناس يعني طب نفسي، امتى تروح لدكتور نفسي، ايه اللي بيحصل جوه عياده الدكتور النفسي، ايه الفرق بين العلاج بالدواء والسايكوثيرابي مثلا، ايه انواع العلاج السايكوثيرابي. كل الكلام ده كان مهم قوي ومحتاجين ان احنا ننفست فيه اكتر علشان نوعي الكاستمر بشكل كبير، ان لما يقدر ياخد الخدمه او السيرفيس يقدر ياخدها بشكل واضح. كيف عم تاخدها اليوم؟ هاو انت كيف اليوم عم بتعلم واحد ما هو الفرق ما بين الدواء for the psychotherapy والدواء اللي هو العلاج زي ما تفضلت؟ تمام. عن طريق احنا بس انا عن طريق كذا حاجه، احنا عن طريق السوشيال ميديا بنعمل الاكتيفيتيز والاخر، عندنا لايف فيديو كل اسبوع، عندنا برنامج اسمه على الشيزلونج بيطلع كل يوم اربع بيتكلم في المواضيع دي، عندنا برنامج في التلفزيون اسمه الشيزلونج. هو اسم معبر حقيقه، الشيزلونج اللي بيقعد عليها المريض علشان يقر ويعترف. فكل الكلام ده بشكل ما كان، والحقيقة ده واقع، إن مفيش investors في الوطن العربي يقدروا يستحملوا أو عندهم الصبر الكافي إن احنا نقدر ننفست في الإدوكيشن أو في مرحلة الأويرنس بتاع الكاستمرز، علشان في الآخر بعد 3 أو 4 سنين نقدر نجرو أجريسيف. أقصد مظبوط. طب إزاي نقدر نحل المشكلة دي؟ يعني ما فيش investors يعملوا فيها investment واحنا محتاجينها، وحصل سوبر اكسلريشن في الايكو سيستم، نعمل ايه؟ وركينج سمارت ده، يعني وركينج سمارت احنا على قد ما بنقدر بنحاول نعمل ده، بنجيب جهات فالنتيرنج او بنكلم القنوات اللي لينا تعاون معاها، طب احنا عايزين نطلع الدكتور ده ببلاش، مش يعني وركينج بقى كل الكونكشنز والبارتنرز بتوعنا، نكلم الوزارة، وزارة الصحة عندنا، أو الأمانة العامة للصحة النفسية، فبنقدر نتحرك في الاتجاهات دي. لسه في، والحقيقة لقينا استجابات من المرضى. يعني أنا فاكر كويس إن السنة اللي فاتت في ظل أزمة حرب سوريا، إن في مريضة من حلب دخلت على شيزلونج وعايزة تتكلم مع دكتور، وهي بتقول لي انا مش عارف ادفع ثمن الجلسه، طيب احنا البنوك فيها قصف ولا اخره، طب ادفع ازاي؟ فخليت التيم لا طبعا يعني تقدري تدخلي بلاش يعني. فبقى حصل اويرنس عند الناس ان لا، العلاج النفسي على الانترنت او بشكل ديجيتال بقى مطلوب بشكل كبير جدا، وفي ظل ازمه الناس ما كانتش متخيله ولا احنا كنا متخيلين ان في ناس في اماكن زي دي تقدر تاخد السيرفيس بشكل ديجيتال. اهم حاجه الاورنس. ايه مظبوط، الاورنس بشكل كبير، الاورنس دي النقطه. طيب استاذ ممدوح،
يعني انا شايف انه بالعكس في فرص كثيره في الموجوده في الموبايل هيلث والهيلث تك ان جنرال, ولسه يعني اللوت اوف ات از انتابد, ما حد لمسه ولا دخل فيه, زي الديسيجن سبورت سيستمز. احنا مثلا في مداوم مركزين على التريتمنت كومبلاينس, والان الابلكيشن تبعنا يعني إذا فري أبليكيشن للناس أنها تستفيد منه تتذكر مواعيد الأدوية, لكن لما تيجي تتفرج عليه فاينانشالي هذا is a very very important application للمستشفيات وشركات التأمين, لأنه كل ما المريض التزم بالتريتمنت كومبلاينس اللي الدكتور وضع له هو, كل ما تعالج بسرعة وكل ما قلت فاتورته, سواء كان المريض هذا بيدفع من جيبه ثمن الأدوية هذه أو ثمن الزيارة للدكتور, أو كانت شركة التأمين هي اللي بتدفعها بتغطي الأدوية تبعته. فبالتالي حتى التريتمنت كومبلاينس اللي احنا شغالين فيه جزء لسه انتابت وما في أحد استثمر فيه بالشكل الصحيح. التليميديسن يعني ما شاء الله الشباب يعني ما قصروا ما شاء الله, لكن مجالات كثيرة مختلفة في الهيلث كير. وأرجع للديسيجن سبورت, المشكلة كانت دائما هي الريجوليشن من جهة, الانفستمنت من جهة تانية, أنه المريض أو الانفستر بده يشوف النتيجة بسرعة, والهيلث كير بياخد وقت لحد ما يبان. خلال الفترة الماضية كنا نسمع الناس قاعدة تقول إنه يدنا invest كدول وأنظمة صحية في العالم, يدنا invest in healthcare ويو invested in football, خلي لاعب الكرة يخدمك بدل الدكتور اللي يدنا invest in him. الحقيقة الآن إنه حتتوجه كثير من الصناديق السيادية, من البنوك, من الـ venture capital, إنهم يدعموا الـ investments في الـ healthcare, والمجال واضح يعني, والفائدة إن شاء الله حتعم. وهذه أنا بقدر أقول إن هي من مزايا مرحلة الوباء اللي احنا فيه. Decision support system. Decision support system ممدوح. أعطيني a detailed example. وليس عنوان. اوكي ديتيلد اكزامبل انه الناس بس تفهم. اوكي الديسيجن سبورت سيستم يساعد غالبا الدكتور كيف يتعامل يعني ياخذ قراراته بسرعه بناء على الداتا. هذه يعني ما كان في ناس كثير بتعمل انفستمنت فيها, لانه دائما بتعتمد على الميديكال ريكوردز تبعت المرضى في المستشفيات, ودول كثيره كانت متاخره جدا في انها تكريت ميديكال ريكوردز للجلوبال ميديكال ريكوردز للمواطنين والمقيمين فيها. الان مع الويربل والموبايل ابس والاخري, يو كان سم هاو كرييت سمول ميديكال ريكورد للبيشنت, وتقدر بسرعه تساعد الدكتور انه هو ياخذ قرار بناء على شويه البيانات اللي موجوده اللي عنده. طبعا هذه لازم تدخل في مرحله الريجوليشن ابروفل اند سو اون, بس انا اعتقد انه المرحله هذه مرحله ما بعد كورونا حتدفع مثلا انه يصير في بيجر انفستمنت في ديسيجن سبورت سيستمز على الام هيلث عشان تخدم المرضى, خاصه انه ما حيقدر المريض بالسهل انه يسافر ويروح او يسوق ويروح لعياده الدكتور. واضح. ذكرا بس على الديسيجن كنترول سيستمز, كان في نقاش ذكر قبل كده ان الديسيجن كنترول سيستمز مع الاي اي والماشين ليرنينج كان ايفولف ان هي تاخد كومبليت medical decisions. هل ده فعلا ممكن هو يتطبق او ممكن نشوفه قريب؟ لان دلوقتي الاختناق او اللي حصل في النقص الضخم جدا في عدد الدكاترة, فبقى في بعض الناس بتفكر ان احنا لو عندنا ماشينز النهاردة الاي اي والماشين ليرنينج تقدر ان هي تعوض الفرق الضخم اللي موجود ده. انا معاك, انا عندي بس نقطة. البني ادم سبحان الله, الله خلقه صعب جدا انك انت تجيب اي ماشينز وكمبيوتر عشان يفهم ايش اللي بيصير في جسم البني ادم هذا, كيف تعامله مع الامراض, النفسيه تبعته لما بيكون مريض, اذا كان متفائل وحواليه ناس متفائله بيتعالج بسرعه, بيتجاوب بسرعه مع, ف
لا يستطيع أحد سبحانه مع احترام للدكاترة والأخير الوحيد اللي يفهم البنادم هو الله سبحانه وتعالى. هذه أول حاجة. الديسيجن سبورت سيستم وكنت ومهما بلغ الذكاء الصناعي حيقدر يساعد في دايركشنز معينة. لازم الدكتور يحاول بنفسه ويعتمد على تحاليل كثيرة وإلى آخره، لكن إحنا في البداية بالنسبة للاي اي في المجال الطبي، وأتوقع خلال العشر سنين الجاية حيكون في a lot of breakthroughs، وخاصة للانتربرنورز اللي ينفست في الكودينج بالنسبة للارتفيشال انتليجنس في الهيلث كير. أنا بس عندي إضافة في الـ decision supporting إحنا عملناها من فترة، هي فكرة الـ psycho assessment tests، إن فكرة الاختبارات النفسية، فبدأنا نستخدم بعض الـ AI technologies إن إحنا لو الـ client داخل مش عارف هو عايز يكلم دكتور إيه، هل هو أصلا محتاج دكتور ولا مش محتاج دكتور، ده السؤال الـ basic، فبيدخل على شوية assessments في خلال خمس دقايق يقدر يقول انت مثلا الديبريشن سكيل بتاعك بالنسبه الفلانيه، الانكزايتي سكيل بالنسبه الفلانيه، البيرن اوت سكيل بالنسبه كذا، وبندايركت هم والله لو هو مش محتاج طبيب فهو بس محتاج شويه تيبس اند تراكس، محتاج ارتكلز، محتاج فيديوز، ف وي دايركت هم على كونتنت بلاتفورم وبنبعت له ريجولري ثرو ايميلز او ثرو اس ام اس شويه تيبس اند تريكس. لو هو محتاج طبيب فبندخله على بيج يقدر يختار منها الطبيب، فده سهل عندنا اولا المريض سهل القرار هو هل نسبه المشكله اللي عنده محتاجه طبيب ولا لا. الحاجه الثانيه ان انا سهلت على السبلاير الديماند هو مش محتاجه، هو بس الديماند اللي بيروح للطبيب هو الديماند فعلا اللي محتاج للطبيب ده محتاجه. طيب دكتور فهد، الجابس الجابس اتوقع انه بالتاكيد المجال خصوصا في الجزء هذا العالم خلينا نقول مجال جدا كبير، وخليني انا اتكلم بس بشكل كمان مختص عن مجال تقديم خدمات ذوي الاعاقه واسرهم. المجال جدا واعد، عندنا هنا في العالم العربي اكثر من 7 مليون خلينا نقول شخص من ذوي الإعاقة، وأعتقد الأرقام أكثر من ذلك بكثير. طبعاً الإعاقة تعريفها جداً واسع، من الناس اللي خلينا نقول عندهم mild symptoms إلى الناس اللي خلينا نقول عندهم severe symptoms، يعني comorbid conditions معها أمور مصحية. فأعتقد هذا مجال جداً واسع للاستثمار. طبعاً المجال ممكن إنه يكون في التشخيص، كيف إنك أنت تشخص الحالات وتحدد خلينا نقول مين الأشخاص اللي عندهم إعاقة من غيرهم، مثلاً على سبيل المجال المجال التوحد، ممكن إنك تستثمر الشيء هذا وتساعد الأسر، وهذه الطريقة خلينا نقول راح تقلل من الوقت بين إن الأسرة من الـ time that the family start concerning على طفلهم إلى the times that they start getting the therapy. هذا مجال أول. المجال الثاني اللي هو التقييم هو أيضاً موضوع التشخيص، هل موضوع التشخيص انه معناه انه ان اونلاين ادوكيشن او اونلاين سيشن او وات ايفر اللي يقدر يساعد الناس ايذر لايف زي التلي ميديسن او بجيميفيكيشن معين الناس تعرف اذا الطفل عنده هذا نوع من الاعاقه او لا؟ يس، هذا هو الشيء اللي انا اقصده. بس طبعا زي ما قلت لك انا ما اتكلم على شيء محدد، لكن في نماذج واضحه وعليها خلينا نقول كلين يعني مثبتة علمياً إنها بتساعد في الشيارة. فهذا المجال الأول التشخيص، والمجال الثاني وهو مرتبط فيه ارتباط جداً وثيق اللي هو مجال التقييم، تحديداً أنت بتحدد إيش هي نقاط الاحتياج ونقاط القوة للطفل وأسرته، وبناءً عليها أنت تبني برنامج سهل جداً يمكن تطبيقه في المنزل. والجميل في الموضوع إنه برنامج سهل لكن أثره جداً كبير. النقطة الثالثة والأخيرة اللي هي في عملية تقديم الخدمة أو الخدمات العلاجية، وهذه تشمل على سبيل المثال خدمات تحليل السلوك التطبيقي اللي احنا نسميه الـ ABA، الـ OT الـ Occupational Therapy، الـ Speech Therapy، الخدمات النفسية زي الأسماء يا دكتور بالعربي، الأسماء أيوة. بالعربي يا دكتور صعبة على الناس. لا أنا سامحني أنا آسف. تحليل السلوك التطبيقي، العلاج الوظيفي، العلاج الطبيعي، الخدمات النفسية، وأيضاً خدمات علاج اللغة والتخاطب.
هذه كلها من المجالات الواعدة، وما في يعني حتى خليني أقول الفيزيكال هوسبيتلز ولا الأماكن اللي تقدم الخدمات هذه جدا محدودة، فما هيكون في كومبيتيشن فور انفستر يعني، يعني ما في أي يعني مقارنة بأخواننا خليني نقول اللي بيحاول مثلا بيشتغلوا مع المستشفيات ونماذج العمل تبعهم تعتمد على طريقة تقديم الخدمة في المستشفيات في مجال خلينا نقول تقديم الخدمات لدول العلاقة، ما في جهات خلينا نقول بتنافس، واعتقد هذه فرصة جدا ذهبية، وانصح المستثمرين بالعكس شغل صواعده، واتمنى وان شاء الله ان ننال نصيب يعني من ذلك، يعني تشخيص وتقييم واختبارات تكون عن الديجيتال وليست في مراكز موجودة، أي من كانت الطريقة، هو امتحان يدخل يعمله ويطلع له إجابة، هو عبارة عن منصات في ناس تساعدهم أو في لايف سيشنز موجودة أو ريكوردد سيشنز وبعديها تدخل معه، أي من كانت الطريقة هذا هو التوجه اللي تفضلت فيه. ما يعني بالضبط 100%. فيزيتا هات ما عندك، يعني ما شاء الله تبارك الله جولات استثمارية و accessing the MENA region. شوف أنا هكلمك أنا هكلمك بصفة عامة على جال I think I mentioned it. أتكلمت عنها قبل شوية واتكلم عنها الأخ أحمد. Awareness is a huge room to play with صراحة. واللي فايد يعني أول كمان قاله الأخ محمود، الدولة الحمد لله آخر فترة متقدمة جداً في 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 القطاع الصحي جدا. اليوم في ابلكيشن تحجز فيه موعد، تعمل ترياج في بيتك، تقدر تخش تتكلم مع طبيب، يعني متقدمه جدا الحمد لله. فمن ناحيه انه والله حتواجهني صعوبه اني ادخل في المجال هذا، لا كده بس شويه انوفيشن وتلاقي نفسك داخل في المجال ده. اي ستيل ثينك حتى اللي قاله الدكتور فهد وكل الاخوان، اعتقد ما زال البيس اللي هو القاعده الاساسيه وهي قاعده اسمها قاعده البيانات مفقوده، وهذه المصيبه، او بتوجهك بطريق غلط. في بيانات، في اسالك كيف الداتا فايل عندك، تقول والله عندي 10 مليون مريض، تلاقي نصها غلط. فاعتقد انه هذه ما زالت يمكن اكبر الم او بين موجود في القطاع الصحي، من ناحيه ربط البرامج، من ناحيه الداتا وتجميع الداتا. ما تنسى تجميع الداتا موضوع، والكلاود والانظمه اللي موضوعها موضوع ثاني، الاويرنس والكابابيلتي الهيلث كير بروفايدر انه يدخل الداتا هذا موضوع ثالث. ففي مواضيع كثيره جدا مرتبطه بالداتا، تعتمد على الاويرنس وتعتمد على سوفت ويرز معينه تربط الاثنين هذه، وكل هذه حتوديك للارتفيشال انتليجنت والهيلث كير كلاود، وبعدين تسمع على البلوك تشين وتسمع مواضيع كثيره كلها بتعتمد على داتا. اذا ما في داتا كله ده ما حنوصل له ولا حنقرب منه حتى. فاعتقد كل هذه مهمه، والاويرنس اكيد مهم جدا. فهذا اللي اشوفه ان شاء الله. احنا كفيزيتا حلاوه البلاتفورم لما يكون عندك الباك بون السيستم جاهز، انت بتكون شويه اجايل، بتشوف فين في وتبدا تكسباند في مكان معين وتدخل في نظام معين. فيزيتا بدأت زمان، يعني before I came، هي بدأت من مصر، كانت في البداية تعتمد على البيشنت بروفايل والبيشنت دكتور بريدجي، ايوه، فكانت في البداية كده، بعدين تغيرت ودخلت على البوكينج. فthis is still a pain. اعتقد في فرص كبيرة جدا endless يعني. طب يعني نقدر نقول ان معظم المساحات او الجابس اللي ممكن كلنا نقدر نتحرك فيها، او اللي ممكن الانتربرينورز يبتدوا يتحركوا فيها او الشركات، هي عمليه التشخيص الاولي البرايمري اللي هيبتدي يوجه فكره الديسيجن سبورت سيستمز والانفستمنت في الكودنج في الحته دي عشان تبي ديفلوبد مور، وفكره الداتا اركايفنج وكونكتنج الميديكال سيكتورز مع بعض عشان نعمل جلوبال بيشنت بروفايل، تمام، يكون مربوط بكذا جهة وتكون الداتا بتاعته موجودة وتقدر تبقى مانجد بشكل أسهل. وأخيرا الأويرنس طبعا، الأستاذ ماجد والأستاذ أحمد كانوا بيركزوا عليه جدا، نقطة الأويرنس إنه هو إزاي نقدر نبني أويرنس، ميديكال أويرنس زيادة في المجتمع. دي المين جابس اللي ممكن في الميديكال سيستم النهاردة أو في الميديكال إيكو سيستم ظهرت بعد البريشر بتاع كورونا، صح؟ نعم. يمكن موجودة من زمان، والآن يعني دلوقتي ظهرت جدا، هي موجودة من زمان، يعني جدا موجودة من زمان.
The name of the game is data. Yes. كل ما قدرنا نحصل data clean data be proper profiling كل ما قدرنا نعمل magic. لأنه decision making. Decision making. كل ما تعرف decision making يعني الطبيب بيشخص على data. نعم. وبتجمع data وبتبني group of commands وسواء. غير كده أعتقد حجز رابط دكاترة مختصين والكلام هذا already الماركت فيه لاعيبة قائمين فما تروح على هناك. أنا أعتقد إنه إحنا 11:30 ولكن أنا شايف أمامي ما شاء الله سيل من الأسئلة فإحنا راح نلخصهم ولو تسمحون نأخذ 10 إلى 15 دقيقة كمان أكون جدا شاكر ومقدر. أنا بدأت تحت أمرك أكيد. الله يعطيك العافية. لجين. مرحبا السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. في عندنا ما شاء الله عدد كبير من الأسئلة فخلينا نبدأ بالأول. يقول لك بعض التخصصات تحتاج لوجود المريض مع الطبيب وتعتمد كليا على تدخل الطبيب للعلاج المقدم مثلا طب الأسنان، كيف ممكن الاستفادة من التكنولوجيا في مثل هذه التخصصات؟ يمكن تفضل الإجابة للجميع. أنا أقدر يعني يمكن تطرقنا ليها في البداية زي ما قلنا يعني تيلي هيلث والتيلي ميديسين هتشتغل مع تخصصات معينة لسيمتمز معينة لأعراض معينة وفي أشياء تانية ما حتب. يعني مثلا لو أنت قابلت الطبيب وشرحت له حالتك كأسنان وعلى فكرة إحنا طب الأسنان زي ما أول قلت يمكن وصل لزيرو ما في حد بيحجز على طب الأسنان في التيلي هيلث الناس كلها بتحجز على الانترنال ميديسين اللي هو الباطنية وبتحجز على النساء والولادة والأطفال الأشياء دي اللي تحسها عامة ومكررة بطريقة فأعتقد ما تقدر تخلع سن واحد من البيت حاليا يعني أو تقدر تعالجه حاليا بالأسنان بس تقدر تقول له تشوفه وتكلمه لو كان في شيء تقول له مثلا خذ بين كيلرات طبعا هذا الأطباء بينصح فيه أكثر بس لا مزاول المهنة العملي اللي بيده ما راح يقدر. هي في نقطة تانية دكتور ماجد إن الناس متخيلة فكرة التلي ميديسن أو أو الديجيتال هيلث كير هي بس الكاستمر أو البيشنت دكتور كوميونيكيشن الطبيب مع المريض في 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 تكنولوجيز تانية يعني في طب الأسنان إحنا عندنا في مصر مجسم هي بتعمل 3D printing للكراونز and so on فده example من examples الديجيتال هيلث كير في الحتة بتاعت الأسنان وده برضو يعني أزمة كورونا خلت كل الناس يلا نعمل application بيوصل الطبيب للمريض بس في 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 مليون examples تانية في الحتة بتاعت الديجيتال هيلث كير فنتحرك فيها زي ما دكتور ماجد فكرة الديتا أو الميديكال فايلينج and so on يعني ففي وفي حاجات بس تانية. يا أحمد ما هو صعب الواحد يحطه ياخد مقاس تلبيسة يعني كيف راح تصير في الاخر الكورونا 3 شهور وخلاص يعني الكورونا احنا ازمه الكورونا ان شاء الله مش هتطول يعني كانت اسبوعين تخلص ان شاء الله على عيد الفطر يعني خلاص يعني فما نتعاملش مع ازمه الكورونا ان هي مطوله. ممكن كلنا نتفق زي ما حضرتكم ذكرتوا انه هذه فرصه فتحت عيون الناس كثير لمشاريع مستقبليه وافكار وتطورات مستقبليه اكيد. طيب سؤال ثاني بعض منكم اتطرق لي في إجابات وبعض منكم لا فإذا ممكن تفيدونا كيف يتم التحقق من الأطباء قبل تقديمهم لخدمة الاستشارة هذه أتوقع ينمو وحضرتك أستاذ أحمد ذكرتوها وكيف ممكن كمان نتأكد من جودة العناية المقدمة للمريض والمراجعة وغيره. إذا سمحت يا أخوي أحمد ممكن أبدأ أنا زي ما ذكرت الخدمة اللي إحنا بنقدمها الفترة الحالية وتحديداً اللي هي تقديم خدمات مباشرة للمستفيدين هذه خدمة جديدة ما بدأناها إلا تقريباً من أكثر من شهر تقريباً والخدمة هذه خلينا نقول من زمان إحنا كنا نفكر أن نقدمها بشكل يعني مختصر جداً حالياً إحنا كفريقين وإحنا اللي بنقدم الخدمات يعني والفريق اللي عندنا خلينا نقول لهم أكثر من 15-16 سنة في المجال وقدموا خدمات هنا في السعودية وجزء كبير من تقديمهم الخدمات كان خارج السعودية تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية وأنا واحد منهم يعني. فهذا بالنسبة للتاريخ التقديمة في المحلية في المستقبل القريب جدا لما بتكون الخدمة متاحة للكلينيشن أو الناس اللي راح تقدم خدمة وإحنا راح نساعدهم في أنه يقدموا خدماتهم
بشكل خلينا نقول سهل وسلس، راح نتأكد إن الناس هذه عندها الرخصة المناسبة. كثير من المختصين اللي ذكرتهم قبل شوي، الهيئة السعودية للتخصصات الطبية تعطيهم ترخيص ممارسة، فهذا جزء جد كبير من ال خلينا نقول الكواليتي أشورنس من الناحية هذه. لكن هذا لا يغني عن الإجراءات اللي إحنا راح نعملها في ينمو، اللي هي الأديشنال خلينا نقول ميجر تو نتأكد من الجودة، اللي هو التريننج. أنت ممكن تكون مختص ومرخص، لكن ممكن إنه ما عندك الخبرة الكافية. فبالتأكيد انخراطك في البرنامج اللي إحنا بنعمله خلينا نقول لمدة تقريبا 12 ساعة، بالتأكيد هذا من الأشياء المهمة، بلس السوبرفيجن اللي حيكون أيضا مستمر. طب هل عندكم ريتنج سيستم؟ تقييم يعني ريتنج للتقييم الخدمات أو أحد يخلي الفيدباك؟ يس حالياً من الأشياء اللي إحنا ويميجر اللي هو الساتسفاكشن تبع الفاميلي. فذيس از خلينا نقول دوري، which is another يعني طريقة أخرى للمتابعة، بس بالتأكيد السيستم هذا ممكن يتطور أكثر وأكثر. ممتاز مشكور. هل في أحد حابب يضيف للنقطة هذه؟ أوكي شكراً لكم. نسأل السؤال اللي بعده، كيف تتم عملية دفع الكشفية في تطبيقاتكم؟ هل هي عن طريق التطبيق أم مباشرة للطبيب؟ انا هنتكلم عن طريق على شيزلونج. احنا عندنا كذا payment methods يعني او كذا آلية دفع، سواء بالكريدت كارد او بالموبايل payments او بفوري عندنا في مصر او بسداد في السعودية. ففي كذا payment methods يعني، فالمريض بيدفع للبلاتفورم واحنا بنحاسب الطبيب يعني. بالنسبة لنا في البوكينج العادي اللي كان اول انك تحجز وروح للطبيب، actually بتدفع في العيادة أو في المستشفى، وإحنا في obviously في الباك إند يعني يكون عندنا أكاونت مع البروفايدر. اليوم في التيلي هيلث بتدفع على طول على من طريق الأبليكيشن. أعتقد اليوم أو بكرة حيكون مدى إنستولد، وكان من أول في كريدت كارد، وإن شاء الله كمان قريبا حيكون في أكاونت مع شركات أخرى بنقاط، بلاش we spoil the surprise، بس في نقاط معينة تقدر تستخدمها وتقدر تدفع للكشفية سواء بالتليفون أو بالزيارة. ممتاز، يعني تحاولوا تبسطوا طريقة الدفع قدر جداً المستطاع على الكاستمر. جداً، وإن شاء الله بنحاول نشوف برضو سداد وأبل باي، بس عشان زي ما قلت من أول إحنا البرودكت كان in the making وحصلت الجائحة وطلع البرودكت، فالأشياء دي يبغى لها engineering يعني يبغى لها عقود وشوية technical support، فالحمد لله we're doing it one by one، بنشتغل عليه واحدة واحدة. ممتاز. ممدوح انتو free application ولا pay؟ احنا free application يعني، فما في احد بيدفع لنا حاجة وبنقدم خدماتنا ببلاش. لكن يعني ارجع واقول انه الحمد لله عندنا في السعودية بالنسبة للديجيتال payments صارت سهلة جدا في اي مجال من المجالات، والموبايل الام هيلث حيستفيد منها. اذا كان احنا الدولة الوحيدة يمكن في الريجن الان اللي خلال الشهرين الجايين حنخلي البيمنت تكون سهله في البقالات، فما بالك في الموبايل ابلكيشن. فنو وريز، اعتقد انه اي احد ممكن الان يدفع لاي حاجه بالموبايل بيمنتس والكريدت كارد المدى واثير. ممتاز. سمحت لي لجين بشكل سريع، احنا عندنا الخدمات اللي ذكرتها مؤخرا اللي هو البي تو سي وخدمات الاستشارات اللي بيقدمها بشكل مباشر للأسر، هذه مجانية حاليا. وبالنسبة للخدمات اللي هو لمقدمي الخدمات المدارس والمراكز والعيادات، هذه ممكن يكون تحويل بنكي أو payments يعني gateway. أعتقد زي ما ذكر أخوي ماجد يعني الأشياء الجديدة هذه تحتاج مننا موارد resources قبل ما هذه الطريقة تدفع المناسبة، وما إذا كان أصلا إحنا هنقدمها بشكل مجانا أو حناخذ أو يعني أو هنعملها مونتيزيشن الآن بالطريقة الحالية أو حتتغير وفي التلين ذات يعني. ممتاز. طب في سؤال هنا لقيته interesting، يقول لك do you think in your opinion there is an opportunity for international telemedicine to connect patients in Saudi Arabia or Egypt with international subspecialties to treat complicated and rare cases؟ عربي يا لجين الله يرضى عليكي. عاد ما عرف أترجمها جمال. هل في فرصة لمزودين خدمات من أماكن جغرافية مختلفة أنهم يقدموا خدماتهم عن بعد؟ يعني مثلا لو في معالج في مصر يقدم خدمات للسعودية،
عن طريق التلي هيلث. يعطيك العافية جمال، شكرا. احنا يعني في شيزلونج احنا 19% من الكاستمرز بتاعنا في السعودية. ودي معلومة ممكن محدش يعرفها كتير. احنا حاليا عدد الكاستمرز بتاعنا من 70 دولة على مستوى العالم. ما شاء الله. وعدد الأطباء عندنا من 18 دولة على مستوى العالم. فاحنا we are connecting. احنا mainly احنا يعني one of our value propositions بتاعنا هي او المين كاستمر سيجمنت هو الارب اكسباتس اوفر ذا وورلد، الناس اللي على مستوى العالم المحتاجين طب نفسي باللغه العربيه وذ نيتف كلتشر بالثقافه العربيه. هم مش عايزين يروحوا للثيرابيست لو هو طالب سعودي قاعد في امريكا، فهو عايز يتكلم مع ثيرابيست بنفس الثقافه بتاعته. نعم. ف شيزلونج هي احد السوليوشنز بالنسبه له. فدي نقطه. على الجانب الاخر احنا على جانب السبلاير احنا بدأنا نتعامل مع بيك انستيتيوت، دي مؤسسة امريكية شغالة في سوبرفيجن للطب النفسي، ان هي تعمل سوبرفيجن للاطباء بتوعنا في شيزلونج. بدأنا نستخدم بعض الكفاءات في امريكا ان هي ازاي تساعد الاطباء بتوعنا ان هم يحسنوا الجودة بتاعتهم. خلينا نقول انه بس على سريع، طبعا موضوع ان الناس ياخدوا opinion من 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 international health provider ما هو شيء جديد، موجود من زمان. اليوم اللي احنا بنتكلم عليه، انت عندك ترافيك معين انت بتحاول تغطيه بالتيلي هيلث. ما اعتقد اليوم في الجائحه حنستخدم الانترناشنال، الاطباء الانترناشنال حتكون صعبه، لان انت تبي ترجع تاني للفلو. بس اتوقع بعد كوفيد حيكون في يستمر موضوع السكند اوبينيون، ويمكن يكون حاجه كده خاصه موجوده في فيزيتا او اذر بلاتفورم، انه في سكند اوبينيون اذا انت حابب زي ما تفضلتي كومبليكيتد كيسز ترسل الاشعه وتتكلم مع طبيب معين. بس الطبيب المعالج الفيزيكال، طبيب معالج الان نخلي معظمهم برا او جوه، برضه ما راح تفيدنا لا مع البروفايدر ولا مع الفريق ولا مع البيشنتس. يمكن اتوقع السؤال كان هل تتوقعوا انه this is a good opportunity لفكره مشروع جديد مثلا، اوف كورس انه يكون احد متخصص فقط في الشغله دي. متخصص فقط في الشغله دي يعني متخصص في الشغله في الحقيقة في يعني رولوجي مثلا، ودي احد الشركات اللي موجوده في مصر في الديجيتال هيلث كير، ان هم بيعملوا اوت سورسنج للاشعاعات طبات الاشعه، واعتقد ان هم ناجحين ودلوقتي بدات توسعوا في افريقيا وبدات توسعوا بعض الدول العربيه بشكل كبير، ان هم بيعملوا اوت سورسنج بس للمجال الرديولوجي يعني. اعتقد كان في انيشيتيفز حتى من بعض الزملاء اللي كانوا معانا بالجامعه، وجمال بدأ يبتسم افتكرها، كانت يعني free of charge almost، ان انت تقدر تدخل على البلاتفورم تتكلم مع طبيب في بريطانيا، يعني موجودة من اول ما هي جديدة. طيب ايش تصوركم لمستقبل التلي هيلث بالخصوص مع الضوابط الموجودة في وزارة الصحة مثل صرف الأدوية وصعوبة صرف الأدوية بالتحديد مثلا زي الانتيبيوتكس وغيرها؟ هل سيستمر حتى بعد الانتهاء من فترة الوباء أم سيكون حل مؤقت للفترة الحالية الدعم اللي بيجيكم يعني؟ توقع مع Vision 2030 الدعم حيكون مستمر أكيد. أكيد. بس إيش الحلول بالنسبة للأدوية اللي هي صعب إنه تنصرف زي الأنتيبيوتكس؟ هل في regulations حتتغير مثلا؟ هو بوجه عام حسب معلوماتي، بما إن إحنا شغالين في مجال مداوي في مجال النصائح بالنسبة للأدوية، هو في توجه في السعودية اللي هو الفاتورة البريسكريبشن الإي بريسكريبشن الروسيتا الإلكترونية، وطبعا هذه يعني حتزيد كثير خلال الفترة الجاية، حيزيد انتشارها بسبب ارتباطها بأنظمة التأمين الصحي ومجلس الضمان الصحي وتوفير الأدوية والريجيليشنز اللي حطها وزارة الصحة بالنسبة لصرف الأدوية كالأنتيبيوتكس وإلى آخره. وأترك المجال اللي يمكن لماجد وفهد إنهم يضيفوا. أجين شوية، هو باختصار شديد جدا، أنا على حسب يعني معرفتي الآن already وزارة الصحة عملت إجراءات يعني تحديدا الآن يعني مور الأطباء أكثر موجودين على برنامج على 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 المنصة تبع الصحة اللي هي توقع صحة، وأوريدي كمان عندهم صلاحيات أكثر مقارنة من أول من ناحية صرف الأدوية وغيره، فأوريدي تشينجز هابينج. أتمنى إنه ما يكون فترة مؤقتة، أتمنى إنه يستمر، وأتمنى بالعكس إنه كمان يكون في توسع لغيرها من الخدمات اللي بتقدم عن طريق وزارة الصحة، بما فيها الخدمات النفسية والخدمات اللي خلينا نقول تقدم ب
ذوي الإعاقة. ممتاز. طب بما إنه إحنا بنتكلم دحين عن الوزارة الصحة، في سؤال يقول لك هناك مبادرات من وزارة الصحة في نفس مجالاتكم، أين تلتقي هذه الابليكيشنز الخاصة مع المبادرات الحكومية، وما مدى الدعم اللي تجدونه من القنوات الرسمية؟ ماجد. شوف، نرجع لل flood of patients and the demand. الديماند عالي جدا، عالي. زي ما كان في مستشفى من وزارة الصحة وفي 1000 مستشفى ثانية تاخذ تأمين وغيره، it's the same almost. وزارة الصحة بتخدم شريحة كبيرة، والبرايفت سيكتور بيخدم شريحة كبيرة، وفي البرايمري هيلث كير، وفي طبعا الحرس والتخصصي والجامعات والعسكري. فصراحة البروفايدر البول والمنطقة اللي بيلعبوا فيها is huge. الابليكيشنز انا ممكن ذكرتها في وسط الحديث، يعني الحمد لله ان وزاره الصحه دخلت في المجال هذا، بتخلي البليف حتى من الكونسيومر يزيد. اذا كان اللي بيستخدم المستشفيات وزاره الصحه بيستخدم ابليكيشنز اليوم، فان شاء الله ده معناته هذا ثلثين المجتمع تقريبا، معناته الثلث الاخير اكيد راح يدخل في المجال هذا والابليكيشن وسوان. انا ما بقول ان الثلثين بس بيستخدموا، بس الثلثين هم الانشورد في المجتمع. وأصلاً حتى وزارة الحكومة أو واحدة من الـ pillars of the vision، الفترة الجاية الخمس سنين الجاية معظم موظفين الدولة حيكونوا مؤمنين، ولو كان عندهم تأمين فكل الإيكو سيستم راح يختلف، وحيكون الكل عنده access لأكثر من options. فأعتقد بالعكس تساعد على توسع معظم الـ applications ومعظم الـ platform الموجودة، ولا تعيقها. وفي كمان collaboration إذا في فرص. هل حاليا في كولابوريشن مع احد من شركاتكم مع الوزارات الصحيه، مع وزاره الصحه؟ احنا طبعا كفيزيتا لا، مو بشكل لسه مباشر، بس يعني مثلا احنا عاملين تيلي هيلث فري كورونا ادفايس، ويتش كل الانفورميشن بنجيبها من عند وزاره الصحه، وعاملين فري يعني نفس ما في 937 طبعا اللي الوزاره والدوله بتقدمه، احنا برضو عاملين فري تيلي هيلث، انه الشخص يقدر يتصل ويسأل، والمعلومات ما بتجيبها من برا، كلها من عند وزارة الصحة. وان شاء الله يعني باذن الله في فرص للتعاون، بس اوبسلي خلي بس الجائحة تعدي، وفي فرص ان شاء الله للتعاون باذن الله. باذن الله. بالنسبة لنا يعني خلينا نقول حاليا ما في شيء رسمي هنا في السعودية، لكن النقاش زي ما ذكر اخوان ماجد في فرص، وخلينا نضيف عليها في نقاش خلينا نقول مستمر، سواء وزارة العمل، تعليم، الصحة، كل وزارة تقدم خدمات ذوي الإعاقة. خارج السعودية نعم، إحنا في عندنا أكثر من تعاون رسمي، تحديداً مع وزارة تنمية المجتمع، وقطعنا شوط جداً كبير في دولة الإمارات. حالياً النظام يعني خلينا نقول منصة ينمو يتم استخدامها في جميع المدارس التابعة لوزارة تنمية المجتمع، مدارس تقدم خدمات تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وأيضاً نحن في طور التعاون مع وزارة التعليم، وزارة التعليم عندها أكثر من 15,000 شخص من طالب من ذوي الإعاقة. يعطيكم العافية، ممتاز. طيب عندي سؤال هنا، إيش الشركات الاستثمارية اللي ممكن تستثمر في مجال في تخصص المجال الطب الإلكتروني؟ هل عندكم any recommendations لشركات استثمارية؟ سواء في السعودية أو في مصر ممكن. أنا شايف إنه كل الـ VCs، يعني أنا أتكلم على الـ early stage، يمكن الـ early stage أغلب الـ VCs في الوطن العربي زي Endure Capital، HIM Angel، A15، Duff مصر، طبعاً الأكسلريتور زي Flat 6 Labs، AOC Venture Lab. في الوطن العربي يمكن حضراتكم أكثر مني أرزان، و لو هنتكلم رائد فينشر، فيجن فينشر، مش عايز انسى حد. في اكشلي في سنغافوره دلوقتي في في سي، وهي بتنطلق في الوطن العربي بشكل كبير، اسمها اي اي سي، وهم ناس متخصصين بس في الهيلث كير، بينفستوا في الهيلث كير. في حكمه فينشر، وهي تبع حكمه فارماسيوتيكال، ودول بس ناس برضو متخصصه في الهيلث كير. فأعتقد في كذا في سي، غير طبعا الانجل انفسترز يعني بشكل شخصي، او الانجل نتوركس في كل دوله من الدول بتقدر لما بتشوف اوبورتونيتي. واعتقد ان الهيلث كير دلوقتي اوبورتونيتي قويه، فكل الانفسترز دول او سواء في سيز او انجل نتوركس او
انجل انفسترز عندهم هم نفسهم مفتوحه على ان هم يستثمروا في شركات في الهيلث كير. يعني الفلوس ان شاء الله موجوده جيبوا الفكره الكويسه. دكتور جمال بقى هو اللي يقول. ممتاز. طيب عندي سؤال اخير ليكم برضو اتطرقتوا عليه شويه بس اذا ممكن تعطونا يعني معلومات اكثر. ما هي العوائق الأساسية في السوق لتفعيل خدمات المختبرات بطرق مختلفة؟ فإحنا قلنا عندنا مشكلة من ناحية الديتا وعندنا مشكلة من ناحية وعي المستهلك. هل في شيء تاني تظنوا أنه بيعيق اللي هو الهيلث كير تكنولوجي أو الهيلث تك؟ هي الريجيليشن بوجه عام، وهي ما هي موجودة لإعاقة بقدر ما هي موجودة لضمان governance quality الحوكمة والتطبيق الخدمة بالشكل المطلوب اللي يفيد المريض ويحفظ حق المريض. لكن بوجه عام ما أعتقد أنه في معوقات عندنا في السعودية سواء كان مختبرات أو مجالات يعني هيلثتك. الشيء الوحيد اللي هو انه الشخص اللي وونس الانتربرنور اللي يبغى يعمل انفستمنت في هذا المجال ويبدا بزنس في هذا المجال لازم ياخذ وقته ويفهم الريجيليشنز اللي خاصه في المجال اللي هو داخله فيه. اذا ما درس الريجيليشنز ضيع وقته وضيع فلوسه ومجهوده والاسس حقته. ممتاز، يعطيك العافيه. شكرا لكم، هذه الاسئله اللي عندنا اليوم. جمال اذا حابب تختم اللقاء الان. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه لوجين. محمد قبل ما انا اختم، انا طبعا بحب اشكر كل الناس الموجوده معنا، كل البانيليست، بحب اشكر استاذ جمال مؤسس المبادره وكل التيم بتاع ام بي سي، وكان في تيم جبار بانل زي النهارده. بشكركم كلكم، وكنت في منتهى السعاده اني موجود معكم واكتر معك يا جمال. الله يعطيك العافية. حقيقة أنا عاجز عن شكركم، أنا أخذت من وقتكم فوق الوقت تكرمتوا علي بتلت ساعة لي ولمشاهدين الكرام. بهذا الشيء أشكر كل من حضر، أشكر كل من سأل، أشكر إضافاتكم الكريمة، أشكر أنه أنتوا اليوم بتساعدوا في بناء المستقبل، مش بس مستقبل الصحة ولكن مستقبل المنطقة كاملا، بيتشكل على أيدين رواد أعمال نوابغ زي حضراتكم. شكرا انكم شرفتوني اليوم. اتمنى لكم ليله سعيده، رمضانكم مبارك، كلنا مسؤول، stay home stay safe. يعطيكم العافيه مني انا جمال، اجمل التحيه، شكرا لكم. يحفظ العافيه، شرفنا. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، في امان الله. في امان الله، مع السلامه.